الفيرتيكال كيرف، تمام. كان فاضلنا اخر مساله في الشيت اللي هي المساله رقم 10، تمام. كان بيقول لك فيها ايه؟ بيقول لك ذا سنتر لاين اوف تو لين رود 7.5 متر. يعني بيقول لك انت عندك طريق حارتين، تمام، العرض بتاعه 7.5 متر، يبقى عرض الحاره الواحده كام؟ السبعة ونص على الاتنين هيديك 3.75، تمام. طيب بقول لك ايه؟ بقول لك وايد ويز ديزاين سبيد 80 ميل في الساعة، يعني ديت بس على دراف الشيت هي 80 كيلو متر على الساعة مش 80 ميل في الساعة، تمام. بيقول لك ايه؟ بقول لك رانز الونج هوريزونتال كيرف كونسيستنج اوف سيركولار كيرف اند تو ترانزيشن كيرف. يعني بقول لك ده ماشي، يعني على العربية دي ماشية بسرعة 80 كيلو متر على الساعة على هوريزونتال كيرف. بيتكون من ايه؟ بيقول لك بيتكون من سيركولار كيرف وتو ترانزيشن كيرف، يعني بيتكون من سيركولار كيرف واتنين منحنى انتقالي، تمام. بيقول لك ذا روت هاز كروس سلوب اوف 1.5% اند لونجيتيودنال سلوب سالب 1%. يعني بيقول لك ان الطريق ده فيه ميل عرضي كروس في اتجاه العرض ميل 1.5%، وبقول لك ان فيه ميل في الاتجاه الطولي بسالب 1%، تمام. يبقى 1.5% ده في الاتجاه في العرضي، يعني 1.5% ده هندسة في الاتجاه العرضي، يعني في الاتجاه اللي احنا قلنا عليه ان الطريق بيبقى مايل كده، الميل ده الاتجاه 1.5. انما 1% ده في الاتجاه الطولي على طول الطريق، يعني الطريق هو ماشي كله هو مايل ب1%، تمام. بقول لك ذا تينجنت سبايرال بوينت يعني التي اس هاز ستيشن 215 اند ذن الفيجن كام؟ 50. احنا مديك الستيشن بتاع التي اس ومديك الالفيجن بتاعها، بس بيقول لك ده فين؟ along the center line، يعني ده على السنتر line، تمام. طيب the circular curve has degree of curve، مديك الديجري اوف كيرف ب 8 and external angle 80 ومديك الدلتا ب 80، وبيقول لك عايز يحسب determine the length of the transition curve and the length of the circular curve، عايز يحسب طول المنحنى الانتقالي، عايز يحسب طول المنحنى الانتقالي وطول الايه؟ وطول الكيرف. نيجي هندسة على أول مطلوب، هو قال لك إيه؟ مديك إن الفي ب 80 كيلومتر على الساعة، هنحولها إحنا الميل في الساعة، نميل في الساعة، تحولها الميل في الساعة إزاي؟ الميل كيلومتر في كام ميل؟ في حوالي 1.6 ميل، تمام؟ فهتقسم على 1.6 هيديك إن الفي بكام؟ ب 49، 69 ميل في الساعة، تمام؟ طيب ومديك الديجري، طب من الديجري هنجيب منها إيه؟ هنجيب منها الأول نص القطر، تمام؟ يبقى نحسب بالديجري والكيرف هتطلع كام؟ احنا قلنا الار كانت بتساوي 5729 و58 من مية على الديجري، تمام. هيطلع معاك ان الار اللي هو نص القطر ب 16 من مية، 716 و2 من 10، تمام. طيب نيجي بعد كده، هو مدينا السرعة، تمام. مديك السرعة احنا جبناها بكام؟ ب 49، 64، تمام. لو جيت على المطلوب التاني، هو كان عايز بيقول لك ارسم ايه؟ نرو انيس سكتش شوينج the attainment of super elevation along the curve by rotation about mean حوالين ال inner edge. يعني عايزك ترسم نيت سكتش، يعني عايزك ترسم قطاع كده، قطاع في الطريق، وعايزك بقول لك تلف حوالين مين؟ هتلف حوالين ال inner edge، ومديك ال F الفريكشن بكام؟ ب 17 من 100. طيب هو مديني الفريكشن ومديني السرعة، تمام؟ أعرف أجيب السوبر إليفيشن؟ أعرف أجيبها من القانون اللي هو ال E زائد F S هيساوي الفي سكوير على 15 الار، تمام. تعال نعوض الاف اس ب 17 من 100. طب السرعه ب 49، 69 من 100 تربيع على ال 15 في الار اللي احنا لسه جايبينها 716، يبقى الاي سوبر اليفيشن اللي احنا عايزين نوصل لها بكام؟ ب 6 من 100. يبقى احنا كده عايزين نحول الميل من الميل الطبيعي اللي هو مديهولي في المساله، مديهولي بكام؟ الميل الطبيعي اللي هو 1.5، هحوله لكام؟ احوله ل 6 في المية، تمام. طيب نيجي على اول مطلوب، هو عايز ايه؟ بيقول لك عايز ال ال اس، عايز طول المنحنى الانتقال. طب ال ال اس احنا كنا القانون بتاعه ايه؟ كان 1.6 في الفي تكعيب على الار، تمام. طيب الفي معانا ب 49 و69 والار لسه حاسبينها ب 716، يطلع معانا ان ال سوير بكام؟ ب 274 و1 من 10، تمام. طيب نيجي بقى، احنا عايزين نجيب طول المنحنى بقى.
مش احنا هندسة السكشن اللي فات قلنا المنحنى الانتقالي ده عايز ينقلني من الارض، من الميل الطبيعي من الطريق الطبيعي للمنحنى، فقلنا علشان انا ما ينفعش اتنقل على طول من الطريق من خط مستقيم لمنحنى، فقلنا هنستخدم منحنى انتقالي. وقلنا السكشن اللي فات ان المنحنى الانتقالي ده جزء منه هيبقى على الطريق وجزء منه هيبقى جوه المنحنى، تمام؟ فاحنا هنفرض مثلا ان المنحنى الانتقالي ده نصه على الطريق ونص بتاعه على ايه؟ والنص بتاعه على المنحنى، تمام؟ طيب نيجي بس نرسم المسألة، نرسم الكيرف بتاعنا كده، هذا الكيرف بتاعنا اهو، تمام؟ ده البي سي وده البي تي، تمام؟ طيب نيجي على المنحنى الانتقالي، قلنا هياخد جزء من الطريق اهوت وهياخد جزء من المنحنى، تمام؟ وهيجي الناحية التانية برضه هياخد جزء من الطريق وهياخد جزء من المنحنى، فاحنا هنفرض ان نصه هيبقى على الطريق والنص التاني هيبقى جوه المنحنى، تمام؟ طيب تبقى لو الزاوية دي كلها مثلا ألفا، الزاوية دي كلها مثلا بيتا، تمام؟ طيب احنا عايزين ايه بقى؟ ده كده بقى جزء المنحنى، فبدأت بداية المنحنى بتاع اللي هو السيركولار يبتدي منين؟ هيبتدي من النقطة دي وهيبتدي منين؟ من النقطة دي، تمام؟ طيب احنا عايزين نحسب ايه؟ عايزين نحسب طول المنحنى بعد ما حصل له الزحزحة بتاعة الايه؟ بتاعة المنحنى الانتقالي، تمام؟ طيب علشان نحسب طول المنحنى، طول المنحنى القانون بتاعه كان بيقول ايه؟ كانت ال L بتساوي ال R في الدلتا في باي على 180. طيب ال R معانا احنا حاسبينها، طيب عايزين نجيب الدلتا، بس الدلتا هنجيبها منين؟ هنجيب الدلتا اللي هي الزاوية المقابلة للنقطتين اللي هما الجداد بقى، اللي هو النقط ما بين النقطة دي وما بين النقطة دي، تمام؟ طيب نجيب الزاوية دي ازاي؟ مش احنا قلنا نص الكيرف، نص المنحنى الانتقالي هيبقى جوه الكيرف، يعني الزاوية دي لو سميناها باي، تمام؟ والناحية التانية الزاوية دي لو سميناها باي، طيب بيبقى كده طول المنحنى الانتقالي، تمام؟ هيساوي ايه؟ هيساوي الار في اتنين مثلا تاو ديت، تمام؟ في باي على 180، تمام؟ اللي هي تاو الناحية دي والناحية التانية، أو ممكن تكون أو ممكن تاخد الحتة دي بس تقول إن ال سبايرال على الاتنين، تمام؟ هيساوي الار في التاو دهيت في باي على 180، تمام؟ نحسب منها الايه؟ نحسب منها التاو، التاو ديت هتطلع 10 96 درجة، تمام؟ طيب اجي بقى انا عايز ايه؟ انا عايز الزاوية المقابلة للنقطتين بتوع المنحنى الانتقالي، طب الزاوية دي هتساوي ايه؟ هتساوي الزاوية الكلية ناقص 2 تاو دي، تمام كده؟ يبقى اجي اجيب الالفا مثلا الجديدة هتساوي ايه؟ هتساوي الزاوية الكلية هو مديها لي اللي هي الدلتا ب 80 ناقص 2 في كام؟ ناقص 2 في 10 96، تمام؟ تطلع معايا ان الالفا دي ب 58 و8 من 100، تمام؟ طيب اجي بعد كده احسب بقى ال ال سي طول المنحنى بعد ايه؟ بعد الزحزحه بتاعت ال ال سبايرال هتساوي كام؟ هتساوي الدلتا اللي انا لسه الالفا اللي انا لسه مطلعها دي اللي هي 58 و8 من 100 ب 716 اللي هو الار في باي على 180، تمام؟ يطلع معايا ال ال سي داش بكام؟ ب 726، تمام؟ طيب هندسه وانا كان عندي حل تاني كنت ممكن اعمله، طبعا كان عندك حل تاني، كنا ممكن نعمل ايه؟ كنت ممكن اعتبر ان الزاويه الالفا اللي هي ال 70 دي كلها اللي هي ال 80 دي كلها اللي هي الزاويه من هنا لهنا، واحسب والله طول المنحنى كله، تمام؟ احسب طول المنحنى كله واطرح منه ال سبايرال هيديني ال سي داش، تمام؟ يعني كنت ممكن اعوض في المنحنى اللي هي ال سي على طول اللي هي هتساوي الدلتا في الار في باي على 180 هيطلع معاك كام؟ 1100 1100 1000 ادم قصدي، تمام؟ طب انت مطلع ال سبايرال بكام؟ مطلعها ب 274 و1 من 10. طب تعالى كده لو انت طرحت ال 1000 دولت ناقص 274 و1 من 10 هيطلع معاك كام؟ هيطلع 725 و9 اللي هي الطول اللي انت تقريبا مطلعه اللي هو 726، تمام؟ يعني انت كده عندك طريقتين، يا اما احنا قلنا السكشن اللي فات ان ده جزء من السبايرال ده تقريبا نصه هنا تقريبا النص الثاني على الطريق، تمام؟ فانت عايز تجيب الالفا الجديد، عايزين نجيب زاوية المنحنى الجديد، طب زاوية المنحنى الجديد هتزود الزاوية كلها ناقص 2 البيتا، طب البيتا دي نحسبها ازاي؟ والله ال سبايرال على الاتنين هيساوي البيتا دهيت في ار في باي على 180، تمام؟ طب حسبنا مثلا فرضنا ان هي اسمها تاو مثلا، فرضنا التاو دي هتبقى ايه؟ هنجيبها منين؟ قلنا ال سبايرال هتساوي ار في 2 تاو في باي على 180، حسبنا التاو طلعت ب 10 96، طيب انا عايز الزاوية الجديدة، هيبقى الزاوية كلها ناقص 2 ناقص 2 التاو، تمام؟ تطلع معانا الالفا الجديده بكام؟ ب 58 درجه. ارجع اعوض في قانون ال اس بيساوي ايه؟ اللي هو اللي هيبقى الالفا ديت
تمام، في الار في باي على 180، تمام، طلعنا ال اس ده. طب انا لو كنت جبت طول المنحنى كله وطرحت منه ال ال سبايرال هيطلع معاك نفس النتيجه، تمام. حد عنده مشكله في الحته دي؟ لا باشمهندس، تمام والله. طيب تمام. نيجي بعد كده، هو عايز ايه؟ بيقول لك ارسم لي بقى الدوران بس حوالين ايه؟ حوالين الانر ايدج. طيب تعالى كده افكرك، احنا خدنا ايه في الانر ايدج؟ ده اللي احنا خدناه السكشن اللي فات، هنا حوالين الدوران حوالين ايه؟ حوالين الانسايد ايدج، وقلنا ان احنا كنا بنقسمه لقطاعات. اللي تحت ده كان القطاع العرضي للطريق، ده كان الميل الطبيعي للطريق، وقلنا المسافه من هنا لحد هنا اسمها ايه؟ اسمها السي، وقلنا السي دي هتساوي ايه؟ هتساوي الميل الطبيعي للطريق اللي احنا كنا فارضينه السكشن اللي فات ب 2 من 100. هو هنا في المساله مديهولي كام؟ مديهولي 1.5%، تمام؟ يعني هو هنا في المساله هو دليل ان الميل بكام؟ كروس 1.5%، تمام؟ يبقى المسافه ديت اللي هي السي اسمها ايه؟ هتبقى كام؟ هتبقى 1.5% في الدبليو، وقلنا الدبليو ده اللي هو ايه؟ اللي هو نص عرض الطريق. طيب نص عرض الطريق في المساله بتاعتنا بكام؟ ب 3.75. ما هو اللي قايل لي، قايل لي ان الطريق ده حارتين وعرضه كله كام؟ 7.5. يبقى عرض الحاره الواحده قلنا يبقى ان الدبي دي كانت ايه؟ نص عرض الطريق، تمام؟ هما حارتين، يبقى نص عرض الطريق كام؟ 3.75 متر، تمام؟ طب لو كان ده 4 حارات، تمام؟ انا ماليش دعوه، انا باخد نص ايه؟ نص عرض الطريق، تمام؟ طيب المسافة دي قلنا ايه؟ قلنا المسافة ديت اللي هي الرأسية دي مسافة سي اللي هي الدبليو في 2 من 100، تمام؟ طيب نخش بعد كده على القطاع اللي هو قلنا بعد كده البي، قلنا احنا بنلف حوالين الانر ايدج، فاللي بالنسبة لنا اللي ثابت اللي هو الانسايد ايدج ده، تمام؟ فقلنا هنرفع الاول سايد ايدج لحد ما يبقى مستوى السنتر لاين، بعد كده هنرفع الاوت ايدج لحد ما يبقى الميل الطبيعي، الميل الطبيعي اللي هو كام؟ اللي هو في المسألة بتاعتنا اللي 1.5%، تمام. يبقى المسافه من انسايد ايدج دي لحد السنتر لاين هتبقى سي، لسه نفس الميل. طيب من السنتر لاين لحد الاوت سايد هتبقى برضو نفس المسافه السي، تمام. قلنا بعد كده هنبتدي نرفع الاوت سايد ايدج عشان اوصل للميل اللي هو السوبر اليفيشن اللي احنا حسبناه في المساله دلوقتي، طلع 6 من 100، تمام. فهفضل ارفع الاوت سايد ايدج لحد ما يوصل للميل اللي هو 6%، يبقى انا اتحولت من ميل 2% لحد ميل 6%، تمام. قلنا المسافة بقى بعد كده من هنا لحد السنتر لاين اتغيرت، بقت اسمها اس. طب الاس دي هتساوي ايه؟ هتساوي اللي هي 6% اللي احنا مطلعينها في الدبليو اللي هي ايه؟ اللي هي نص عرض الطريق، تمام؟ طب المسافة من السنتر لاين لحد الاول سايد هتبقى برضه اس، تمام؟ اجي بقى اخد قطاع الطول في الطريق، قلنا هنيجي عند القطاع مثلا ايه؟ هتشوف انت مثبت مين؟ احنا مثبتين الاوت الانسايد، تمام؟ فهتثبت الانسايد وتنسب الباقي بالنسبة له، لان انت ثابت بالنسبة لك الانسايد. طيب اجي هنا الانسايد خلاص ثابت اهو، اجي مثلا اول حاجه السنتر لاين عند القطاع ايه؟ السنتر لاين كان فين بالنسبه للانسايد؟ وانا كان على ارتفاع مسافه سي، يبقى اطلع مسافه سي كده واخد نقطه. طيب اجي عند القطاع بي، الاوت سايد كان فين بالنسبه للانسايد؟ السنتر لاين قصدي كان فين بالنسبه للانسايد؟ كان لسه برضه على ارتفاع مسافه سي، يبقى اطلع كده مسافه سي واخد نقطه، تمام. طب عند القطاع سي كان لسه برضه السنتر لاين على ارتفاع مسافه سي، يبقى اخد مسافه سي واخد نقطه. طب اجي عند القطاع ايه؟ هتلاقيه اتغير بقى على مسافة اس، لأن الميل اتغير، تمام؟ فأجي أطلع مسافة اس وآخد نقطة، تمام؟ أوصل ما بين النقط ديت، يبقى أنا كده عملت الإيه؟ عملت السنتر لاين، تمام؟ يبقى كده القطاع طول للسنتر لاين. طب هيفضل ثابت على طول المنحنى لحد ما أرجع تاني، هتحول من المنحنى للطريق، تمام؟ أرجع أعمل ميرور للكلام ده الناحية التانية، تمام؟ طب أجي للأوت سايد، اول حاجه عند القطاع ايه؟ كان الاول سايد فين بالنسبه للانسايد؟ كان الاتنين لسه على نفس المكان اهو، تمام؟ يبقى لسه هنا البدايه بتاعتهم هنا. طيب نيجي عند القطاع بي، الاول سايد كان فين؟ والله ده ارتفع مسافه سي، تمام؟ يبقى اطلع مسافه سي كده واخد نقطه، تمام؟ يبقى نفس النقطه بتاعت مين؟ بتاعت السنتر لاين. طيب اجي عند القطاع سي، الاول سايد كان فين؟ الاول سايد بقى على ارتفاع 2 سي، تمام؟ يبقى اطلع مسافة 2 سي كده واخد نقطة. طب عند القطاع ايه؟ بتاع على ارتفاع 2 اس، تمام؟ يبقى اطلع مسافة 2 اس كده واخد نقطة، اوصل ما بينهم اللي هو ده الايه؟ هو ده الاوت سايد ايه، تمام؟ طيب يا هندسة، احنا خدنا على المنحنى
يعني لو جينا كده فين بقى نقطة التي اس ديت، تمام، وفين نقطة الاس سي، تمام، وفين الكلام ده كله. يعني نقطة التي اس اللي احنا قلنا ايه، النقطة ما بين ما بين المماس وما بين السبايرال كيرف، ونقطة الاس اس النقطة اللي بتنقل من السبايرال كيرف ليه للكيرف نفسه، تمام. طيب هي فين النقط دي هنا بالنسبة لنا على المنحنى؟ يعني فين نقطة التي اس وفين نقطة الاس سي وفين الكلام ده كله؟ احنا قلنا هندسة المنحنى ده قلنا جزء منه بيبقى على الطريق وجزء منه بيبقى على السبايرال. طب نقطة التي اس فين بالظبط؟ نقطة التي اس هتبقى هنا كده يا هندسة، يعني نقطة التي اس هتبقى عند أول ما خليت الميل بتاع الأول سايد ايدج في منسوب السنتر لاين، يبقى دي بداية المنحنى، منحنى الانتقال اللي هو على الكيرف، تمام. يبقى نقطة التي اس فين؟ هتبقى هنا عند ما خليه أول ما خليت الأول سايد ايدج في منسوب السنتر لاين، ديت هي اسمها نقطة التي اس، تمام. طيب فين النقطة بقى الاس كيرف؟ هتبقى النقطة الأخيرة دي اللي أنا خلاص خلصت الكيرف أهوت، وصلت للميل الطبيعي للميل اللي أنا عايزه اللي هو سوبر إليفيجن، وبعد كده دخلت في إيه؟ دخلت في الكيرف، تمام. يبقى نقطة التي اس هتبقى هنا من أول ما خليت الإيه؟ الأوت سايد، خليته في منسوب السنتر لاين، تمام. نفس الكلام برضو في الإنسايد، أو نفس الكلام فين؟ لو كان برضو في ده مثلا في الأوت سايد يبقى هو نفس الكلام هو ده. طب في الانسايد برضه نفس الكلام، من اول ما خليت الاول سايد في منسوب السنتر لاين ديت هي نقطه التي اس، تمام، وديت دايما هتبقى السي اس، السي سي الاس سي اللي هو نقطه من السبايرال لمين؟ للكيرف، تمام. الكلام برضه فين؟ برضه حول او لفيت حوالين السنتر لاين، برضه النقطه دي هي التي اس، والنقطه ديت اللي هي الايه؟ الاس سي، تمام كده. طيب نرجع بقى للمساله. هو قال لك احنا عايزين الدوران حوالين الانر ايدج، فاحنا عملنا الدوران حوالين ايه؟ عملنا الدوران حوالين الانر ايدج، يعني دي الرسمه دي كده للدوران حوالين الانر ايدج اللي احنا لسه واخدينه، اللي هو احنا مثبتين الانر ايدج اهوت، تمام، عند قطاع واحد اللي احنا كنا مسمينه قطاع ايه، تمام. تعالى على السنتر لاين كده، كان السنتر لاين بيرتفع مسافه ايه؟ المسافه دي كان اسمها هناك مسافه سي، تمام. فخدنا نقطه هنا، بعد كده لسه عند القطاع اتنين، لسه عند المسافه، لسه على نفس المسافة، تمام، على نفس المسافة سي. بعد كده عند القطاع 3 وصل لسه عند المسافة سي، بعد كده طلعنا مسافة اس، تمام. بعد كده مشينا افقي على طول المنحنى، وبعد كده رجعنا تاني نفس الكلام، تمام. كان هنا عند القطاع اللي هنا مثلا لو خدنا سمينا ده قطاع 4، هيبقى على ارتفاع مسافة اس. بعد كده بقية القطاع هيبقى على نفس المسافة اللي هي السي، تمام. ارجع اوصل تاني، يبقى هو ده كده السنتر لاين على طول، المنحنى الانتقالي والمنحنى الافقي، والمنحنى الافقي بالنسبه لي، تمام. طيب اجي برضه عند الاول، لسه قايلين دلوقتي عند القطاع اللي هو الاولاني كان بيرتفع، كان الاثنين عند نفس المسافه، عند نفس الايه؟ عند نفس النقطه. طيب عند القطاع اللي بعده انا كنت رفعته لحد ما وصل لمنسوب السنتر لاين، فالاثنين بقى السنتر لاين والاول سايد بقى عند نفس النقطه، وقلنا النقطه دي هنسميها ايه؟ هتبقى هي التي اس بالنسبه لي، تمام. طيب اجي عند القطاع اللي بعده، عند القطاع اللي بعده انا رفعت الاوت سايد مسافه كمان سي، يبقى بقى بيبعد عن الانسايد كام؟ مسافة 2 سي، تمام؟ طيب أجي بقى عند القطاع اللي هو الإس سي، هيرتفع مسافة كام؟ هيرتفع مسافة 2 سي 2 إس، تمام؟ أوصل ما بينهم يبقى ده الأوت سايد، أروح الناحية التانية أعمل ميرور، يبقى أنا كده رسمت الأوت سايد على طول المنحنى الانتقال، تمام؟ طيب أجي في المطلوب التالت بيقول لي إيه؟ بيقول لي كالكوليت ذا ستيشن أند إليفيشن، يعني عايز الستيشن والإليفيشن أوف ذا كنترولينج بوينتس أوف ذا هوريزونتال كيرف. لكل نقط التحكم فين؟ في الهوريزونتال كيرف اللي هي التي اس والاس سي والسي اس والاس تي، از سنتر لاين از ويل از ذا انسايد ايدج، يعني عايز المنسوب على السنتر لاين وعلى الانسايد ايدج وعلى الاوت سايد ايدج، تمام. طيب نيجي للمنحنى كده بتاعنا، هي فين النقط اللي هو بيقول عليها ديت؟ قلنا اول حاجه نقطه التي اس، تمام، قلنا هتبتدي هتبقى فين؟ هتبقى عند النقطه اللي عندها منسوب الاوت سايد في نفس منسوب ايه؟ في نفس منسوب السنتر لاين. طيب السي اس قلنا ده المنحنى اللي هينقل منين؟ هينقل من المنحنى الانتقالي للمنحنى الافقي بتاعي. طيب السي اس من المنحنى الافقي للمنحنى الانتقالي الناحيه الثانيه، تمام. طيب الاس تي اللي هو من السبايرال للتنجن، تمام. هو عايز ايه؟ هو عايز الاستيشنات بتاعتهم كلهم، وعايز الاليفيجن، بس عايز الاليفيجن فين؟ قال لك عايز الاليفيجن على السنتر لاين وعلى الاوت سايد وعلى الان سايد، تمام.
طيب نيجي اول واحده واحده كده، احنا عايزين الاستيشنات. طب هو مديني ايه في المساله؟ لازم يبقى مديني استيشن اي واحده عشان انسب الباقي ليها. مديني الاستيشن بتاع التي اس بكام؟ ب 215. تمام، يبقى الاستيشن بتاعت التي اس دهيت هو مديها لي. طيب عايز الاستيشن بتاعت الاس سي، يبقى اساوي الاستيشن بتاع التي اس زائد السبايرال اللي انا مطلعها. تمام، طيب نيجي بعد كده، عايز هو الستيشن بتاعت الايه، بتاعت السي اس، اساوي الاستيشن بتاعت الاس سي زائد ال داش اللي انا حسبتها. تمام، طيب الاستيشن بتاعت الاس تي هتساوي الاستيشن بتاعت السي اس زائد ال سباير. تمام، يبقى تيجي هنا نعوض الاستيشن بتاعت الاس سي هتساوي الاستيشن بتاعت التي اس زائد ال سي ال اس بتاعت طول السباير. تمام، يبقى تساوي 215 زائد ال سباير اللي انا مطلعها 274، هيطلع لك بعد التحويل، بعد ما تحولها للستيشن هتبقى 217 زائد 74 واحد من عشرة. تمام، نيجي بعد كده عايز الاس اللي هو الستيشن بتاعت السي اس، قلنا هناخد الستيشن بتاعت الاس سي زائد ال كيرف. تمام، هيطلع معاك كام؟ 225. نيجي بعد كده عايزين الستيشن بتاعت الاس تي، هتساوي الستيشن بتاعت السي اس زائد ال سباير، هيطلع معاك كام؟ 227. تمام، طيب تعالى واحدة واحدة بقى نشوف موضوع الايه، موضوع الاليفيجن. طيب موضوع الاليفيجن هو قايل لي ايه؟ هو مديني الاليفيجن بتاع برضه التي اس بكام؟ ب 50. يعني هو قايل لي الاليفيجن بتاع التي اس ب 50، بس قال لك 50 ده فين؟ على السنتر لاين. تمام، يبقى ال 50 دي فين؟ على السنتر لاين. طيب اجي هنا، قلنا التي اس ده هتبقى فين؟ هتبقى عند النقطة اللي فيها الاوت سايد في نفس منسوب الايه، نفس منسوب السنتر لاين. تمام، طيب هو هنا مديني الاليفيجن بتاع السنتر لاين. طيب قبل ما اخش احسب بقى لازم احسب معايا الايه، احسب معايا اللي هي السي واحسب معايا الاس. السي هتساوي ايه؟ هتساوي الميل الطبيعي اللي هو الواحد ونص اللي مديهولي في الدبليو. الدبليو اللي هي كام؟ اللي هي 3.75. تمام، يبقى واحد ونص على 100 في 3.75 يديني كام؟ 6 من 100. تمام، طيب الاس هتساوي الاي اللي احنا مطلعينها اللي هي 6 من 100 في الدبليو اللي هي 3.75، تطلع الاس بكام؟ ب 0.225. تمام، طيب اجي بعد كده، هو مديني منسوب مين؟ مديني منسوب التي اس على السنتر لاين بكام؟ ب 50. طيب اجي انا عايز بقى منسوب التي اس على الاوت سايد، هيبقى نفس المنسوب. تمام، مش احنا بنلف ان التي اس ده عند نفس الاوت سايد، هيبقى عند نفس منسوب السنتر لاين، يبقى على نفس المنسوب ال 50. طيب تيجي تجيب التي اس على الانر، التي اس على الانر قلنا هتساوي ايه؟ هتبقى التي اس فين بالنسبه للانسايد، بالنسبه للاوت سايد. يعني لو رحنا للقطاع تاني، القطاع العرضي بالنسبه لي عند نفس الايه، عند نفس المكان. اجي هنا، ده السنتر لاين اهو، الاول الانسايد فين بالنسبه له؟ قلنا هيبقى على ارتفاع مسافه سي. يبقى هو مديني المنسوب بتاع السنتر لاين، عايز اجيب منسوب الانسايد، يبقى منسوب السنتر لاين ناقص ايه؟ ناقص السي. تمام، طيب يبقى منسوب التي اس على الانر كام؟ هيبقى ال 50 ناقص السي، السي اللي انا حاسبها اللي هي 6 من 100. تمام، طيب عايز بقى منسوب الاس سي، يعني انا عايز اوصل هنا المنسوب الاس سي. تمام، طيب انا معايا منسوب، انا مين اللي ثابت بالنسبه لي هندسه؟ انا هنا بلف حوالين الانر ايدج. تمام، يبقى اللي ثابت بالنسبه لي الانر ايدج. تمام، طيب اجي هنا اجيب الاول اشتغل على ايه؟ على الانر ايدج بالنسبه لي. طيب الانر ايدج هنا عند الاس سي هيساوي ايه؟ هيساوي منسوب الانر ايدج هنا. تمام، وهو هنا قايل لي ان الميل كام؟ الميل الطولي بسالب 1%. تمام، يعني قايل لي ان الطريق ده مايل بميل طولي 1%، يبقى الاليفيجن هنا هيساوي الاليفيجن هنا ناقص الميل في الطول في الطول بتاع ال سباير. تمام، يبقى منسوب الاس سي ده بالنسبه للانر، لان الانر بالنسبه لي هو اللي ثابت. تمام، هيساوي منسوب التي اس عند منسوب التي اس عند الانر ناقص 1 على 100 في ال ايه؟ في ال سباير. تمام، يبقى هندسه انا بشوف انا ثابت، انا مثبت مين؟ انا مثبت الانر. يبقى هجيب بقيت، يعني مثلا ساعه ما اجي اتنقل لحاجه بعد كده هشتغل على الانر. تمام، طب لو انا كنت مثبت السنتر لاين، يبقى لما اجي اتنقل مثلا من نقطه مثلا اس من التي اس عايز اجيب الاس سي، يبقى اثبت السنتر لاين. تمام، طيب هاجي بعد كده انا عايز، من قلنا هنجيب الاس سي على مين؟ على الانر، قلنا هتساوي التي اس على الانر ناقص
الميل الطولي في ال ال سبايرال تمام، طلع منسوب السنتر الانر كام، الاس سي على الانر كام، ب 49 و1 من 10 تمام. اجي بعد كده بقى انسب الباقي ليه، لسه عند نفس القطاع تمام. طيب الاس سي على السنتر لاين لو جينا فوق هنا احنا خلاص وصلنا فين؟ احنا جينا هنا وصلنا وصلنا عند القطاع اللي هو السي ده تمام. انا جبت ايه؟ انا جبت منسوب الانر، منسوب الانر ايدج تمام. اعرف اجيب منه منسوب السنتر لاين، واعرف اجيب منه منسوب الاوت سايد، اعرف اجيب منه تمام. احنا نسال، احنا وصلنا هنا منسوب مين؟ احنا وصلنا هنا هندسه عند المنسوب عند القطاع ايه تمام، لان احنا طرحنا ال سبايرال كله تمام. فاحنا وصلنا هنا. طيب عايز اجيب بقى منسوب مين؟ منسوب السنتر لاين. انا جبت منسوب الانسايد، عايز اجيب منسوب عايز اجيب مين؟ منسوب السنتر لاين. طب السنتر لاين بيرتفع عن عن الانسايد مسافه قد ايه؟ مسافه اس تمام. يبقى هيبقى منسوب الانر ده زائد الاس تمام. طب عايز اجيب منسوب الاوت سايد، هيبقى منسوب السنتر لاين زائد اس تمام. طيب نيجي نعوض بقى هنا، انا جبت هنا منسوب مين؟ الاس سي على الانر تمام، جبناه طلع ب 49 واحد من 10. طيب عايز انا بقى منسوب الاس سي على السنتر لاين، يبقى يساوي منسوب الاس سي بتاع الانر زائد الاس، هيطلع كام؟ 49.325 تمام. اجي بعد كده انا عايز الاس سي على الاوتر، يبقى يساوي منسوب الاس سي على السنتر لاين زائد الاس تمام، يطلع معاك 49.55 تمام. طيب انا عايز اوصل للنقطه اللي بعدها، النقطه اللي بعدها اللي هي مين؟ اللي هي الاس سي تمام. هتساوي ايه؟ هتساوي منسوب الانر بتاع الاس سي ناقص الميل الطبيعي اللي هو 1 على 100 في ال سي داش تمام. يبقى انا مثبت مين؟ مثبت الانر تمام. يبقى اجي هنا الاس سي على الانر هتساوي ايه؟ هتساوي الاس سي على الانر ناقص 1 على 100 في ال سي داش تمام. طيب الاس سي على الانر بكام؟ احنا كنا مطلعين 49 1 من 1 من 10 تمام، ناقص 1 على 100 في كام؟ في ال سي داش اللي احنا حاسبينها تمام. يطلع معاك كام؟ ب 46. نيجي بقى عند الاس سي تمام، ما هي دي النقطه المعاكسه لمين؟ للسي اس تمام. يبقى زي ما عملت فيها هعمل هنا، بس اللي هيتغير معايا مين؟ اللي هو منسوب السي اس تمام. يبقى انا عايز منسوب السي اس على سنتر لاين، يبقى اجمع على دي مسافه مين؟ مسافه اس. طب عايز بتاع الاوتر، يبقى اجمع على سنتر لاين مسافه اس تمام. اجي اعمل بعد كده معاه النقطه الاس تي، انا عايز منسوب الاليفيجن بتاع الاس تي، يبقى يساوي منسوب الاليفيجن بتاع الانر ايدج هنا ناقص 1 على 100 في ال سبايرال تمام. يبقى اجي هنا منسوب الاس تي هيساوي ايه؟ هيساوي الاس سي انر ناقص 1 على 100 في ال سبايرال تمام. طلع معايا كام؟ 46.5 تمام. طيب عند النقطه الاخيره دي، مش ديت عندها منسوب السنتر لاين هو نفس منسوب الاوت سايد؟ يبقى منسوب السنتر لاين الاس تي على سنتر لاين والاوتر بكام؟ هيساوي 46 زائد السي تمام. حد عنده اي مشكله في الريفيجن ده؟ الناس معايا ولا تاهت؟ تمام تمام. نيجي بعد كده بقى نخش على مين؟ على الفيرتيكال كيرف تمام. اول حاجه عايزين نعرفها في الفيرتيكال كيرف ان احنا عندنا نوعين من المنحنيات الرأسيه تمام. نوع اسمه الكريست كيرف، ده المنحنى المحدب، ونوع اسمه الساك كيرف اللي هو منحنى مقعد تمام. طيب اول حاجه عايزين نعرفها هو امتى يكون المنحنى ده محدب وامتى يكون مقعد. قال لك اول حاجه لو انا عندي الميل بتاع الارض، الميل الاولاني بموجب جي والميل الثاني في سالب جي، واول حاجه لازم تعرفها ان ساعه ما اقول لك الميل الاولاني يبقى تعرف ان الميل ده اللي على الشمال، انت بدايتك رايح من الشمال لليمين. يبقى ساعه ما اقول لك انا الميل الاولاني عندي مثلا موجب 2، يبقى موجب 2 هو الميل اللي مين؟ ميل الطريق اللي على الشمال تمام. يبقى اول حاجه المنحنى المحدب ده امتى، ايه هي الاشكال بتاعته؟ قلنا عندنا نوعين منه، نوعين الكريست كيرف ونوع الساج كيرف تمام. وقلت لك انا امتى يبقى المنحنى ده منحنى محدب؟ قال لك لو الميل الاولاني موجب والميل الثاني سالب. باشمهندس
قولي عن نسبة. حضرتك قلت الميل الأول اللي هو ميل الطريق اللي على حسنا الشمال، أنا صح ماشي كده، كده؟ أنا ماشي كده. يبقى الميل الأولاني بالنسبة لي هو ده، الميل التاني بالنسبة لي هو ده. يعني أي مسألة تجي لك يقول لك مثلا الميل الأولاني موجب 2، الميل التاني مثلا سالب 3، يبقى موجب 2 هو اللي على الشمال ده وسالب 3 هو اللي على اليمين. طب لو قال الميل الأولاني سالب والميل التاني موجب، يبقى بالنسبة لي الميل الأولاني اللي هو على الشمال والميل التاني هو اللي على اليمين. تمام؟ يعني حسب الموجب والسالب أو حسب قيمة ال، لو هما الاتنين بنفس الإشارة يبقى الأكبر منهم هو الشمال، صح كده؟ لا مش الاكبر، انا بتكلم على حسب ما هو مديلك، هو قايل لك ايه في المساله. احنا هنحل دلوقتي المساله وهوضح لك النقطه دي، بس انا بقول لك مثلا انا جيت قلت لك الميل الاولاني بسالب 1، الميل الثاني مثلا بموجب 2، تمام؟ يبقى وانا برسم كده، انت قلت لي الميل الاولاني بكام؟ بسالب 1، يبقى ده سالب 1 اهو، الثاني موجب 2 يبقى موجب 2 طالع كده. انت معايا هندسه؟ مش باخد الاكبر واقول هو ده كذا، لا. تمام، يعني حسب ما هو قايل. على حسب ما هو قايل، يعني مثلا طيب خليني بس اشرح لك ديت وهقول لك عليها دلوقتي، هقول لك على النقطه دي حالا. طيب تمام، اتفضل. اجي دلوقتي الناس انا بقول لك امتى يبقى المنحنى ده كريست. والله لو المنحنى الاولاني موجب، لو الميل الاولاني موجب والميل الثاني سالب، تمام. طيب ممكن يبقى الميلين الاثنين موجبين، او ممكن يبقى الاثنين موجبين، بس يبقى دي الميل الاولاني موجب مثلا جي 1 والميل الثاني موجب جي 2، بس الميل الجي 1 اكبر من الجي 2، تمام. يعني لو جه قال لي مثلا الميل الاولاني ب4 والميل الثاني ب2، اجي هنا ارسم الميل الاولاني ب4، تمام. طب الميل الثاني ب2 هيبقى قليل عنه شويه، تمام. يبقى ده بالنسبه لي منحنى ايه؟ منحنى محدب، تمام. طيب لو اداني الميل الاولاني موجب والميل الثاني بصفر، تمام. لو جه اداني الميل الاولاني موجب والميل الثاني بصفر، ده برضه منحنى ايه؟ منحنى محدب، تمام. طيب ممكن يديني الميلين الاثنين سالبين، ممكن يبقى الاثنين سالبين، بس ايه؟ بس الجي 2 اكبر من الجي 1. يعني ايه اكبر؟ يعني مثلا لو اداني الميل الاولاني بسالب 3 والميل الثاني مثلا بسالب 5، تمام؟ يبقى ده ميل بسالب 3، طب الميل الثاني بسالب 5، يبقى هيبقى اكبر منه لتحت كده، تمام؟ يبقى المنحنى ده ايه؟ بالنسبه لي برضه محدد، تمام؟ طيب ممكن يبقى الميل الاولاني بصفر والميل الثاني بسالب، يبقى المنحنى ده برضه منحنى ايه؟ منحنى محدد، تمام. طيب ايه هي برضو اشكال المنحنى المقعر؟ قال لك الشكل التقليدي بتاعه ان الميل الاولاني بسالب والميل الثاني بموجب، تمام. طيب ممكن برضو يبقى الميل الاولاني بسالب والميل الثاني بصفر، هيديك برضو منحنى مقعر. طيب ممكن يبقى الاثنين سالبين، ممكن يبقى الاثنين سالبين، بس يبقى ايه؟ بس يبقى الجي 2 اكبر، يبقى الجي 1 اكبر من مين؟ اكبر من الجي 2، تمام. يبقى لو الجي 1 اكبر من الجي 2 هيديك منحنى مين؟ هيديك منحنى مقعر، تمام. احنا مش بنحفظ، احنا بس بنفهم، انا بفهمك امتى تبقى الاشكال بتيجي. انت بالنسبه لك ترسم قدامك هتعرف المنحنى ده محدب او المنحنى ده مقعر. هو ممكن يجي في المساله ويريحك ويقول لك المنحنى ده محدب او المنحنى ده مقعر، ممكن ما يجيش في المساله ويقول لك نوع المنحنى ده ايه، تمام. فانت على حسب الميل اللي هو مديهولك هترسم. يعني مثلا هو قايل لي ان الميل بتاعي مثلا الميل سالب 5، تمام، وميل سالب والميل الثاني بسالب 3، يبقى سالب 5 الميل بتاعه اكبر من ميل مين؟ من ميل سالب 3. فانت بالنسبه لك ايه؟ هترسم واحد كبير والتاني اقل منه شويه، تمام. هتيجي تبص هتلاقي معاك بقى منحنى مقعر، تمام. طيب في شكل تاني ممكن يبقى الميل الاولاني بصفر والميل التاني بموجب، هيديك برضو منحنى ايه؟ هيديك برضو منحنى مقعر، تمام. يبقى على حسب ما هو يقول لك في المساله، على حسب ما يقول لك الميل الاولاني والميل التاني انت بترسمه. هو مثلا على حسب ما يقول لك الميل الاولاني مثلا موجب 2، موجب الميل الثاني مثلا سالب 3، تمام. يبقى تطلع ده موجب 2 وسالب 3 يعني لتحت، يبقى ده منحنى ايه؟ يبقى ده منحنى محدب، تمام كده هندسة؟ تمام يا باشمهندس، وصلت، شكرا. طب نيجي على اول حاجة اللي هو كريست كيرف. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نحسب كل الخواص بتاعته زي ما عملنا في الهوريزونتال كيرف كده بالظبط، تمام. طيب اول حاجه، علشان بس كريست كيرف قال لك اول حاجه احنا هناك في المنحنى الهوريزونتال كنا بنقول طول المنحنى هو طول الايه؟ هو طول الكيرف. طب ليه كنا بنقول طول الكيرف؟ لان ده كان على المستوى الافقي. طب احنا في الفيرتيكال احنا شغالين على المستوى مين؟ على مستوى الراس. فلما اجي اقول لك طول المنحنى يبقى ده معناه الطول الافقي، تمام، مش طول المنحنى، مش طول الكيرف.
لا، طول المنحنى بالنسبه لي هنا في الفيرتيكال كيرف هو الطول على الافق، تمام. يبقى اول حاجه طول ال L ده هيبقى طول المنحنى على مين؟ على الافق، تمام. طيب نيجي على النقط بالنسبه لنا، هناك كنا بنقول عليها ديت البي سي، هنا بي في سي اللي على المنحنى الفيرتيكال، تمام. طيب نقطه نهايه المنحنى هنسميها بي في تي، تمام. طيب نقطه التقاطع هي اسمها بي في ار، تمام. طيب قال لك والله لو انت امتلت راسي كده من نقطه البي في تي، تمام، هتقسم لي طول المنحنى لنصين، يبقى المسافه من البي في تي، المسافه اللي هي الافقيه من نقطه التقاطع لنقطه البي في تي هتبقى ال على 2، والمسافه الافقيه من البي في ار للبي في سي هتبقى كام؟ هتبقى ال على 2، تمام. طيب والميل ده، الميل ده المفروض يبقى ايه؟ موجب جي واحد، والميل ده سالب جي 2، تمام. طيب اول حاجه بنعملها، اول حاجه بنحسبها خالص، بنحسب ايه؟ بنحسب الايه. ايه الايه ديت؟ قال لك الايه ده الفرق الجبري ما بين الميلين. طيب هيساوي ايه؟ هيساوي جي 2 ناقص جي 1، تمام. طيب تعالى هنا لو جينا نطبق على ده، ده مثلا قال لك ان المنحنى مثلا الميل بتاعه الاولاني موجب 2، تمام، والميل الثاني مثلا سالب 3. تعالى بقى هات لي كده الفرق الجبري اللي هو الايه، يبقى يساوي سالب 3 اللي هو الجي 2 سالب 3 ناقص 2 ناقص موجب 2، يعني ناقص 2، يبقى سالب 3 ناقص 2 يبقى سالب 5، بس انا واخد الفرق ايه اللي هو المطلق بالنسبه لي، يبقى هيديني كام؟ هاخد 5، ماليش دعوه بالاشاره، تمام. يبقى الايه اول حاجه بالنسبه لي ده الجي 2 ناقص الجي 1، تمام، باخد الفرق الجبري اللي هو الحد المطلق بالنسبه لي اللي هو من غير اشارات، والله طلع معايا موجب، طلع معايا سالب، انا كده كده هاخد الحد المطلق بالنسبه لي اللي هو مثلا طلع معايا 5، تمام. طيب هاجي اشوف اول تاني حاجه احسبها، ونحسب الزد. ايه هي الزد ديت؟ قال لك والله الزد ديت هي المسافه ما بين المنحنى للمماس، تمام، يعني المسافه الراسيه ما بين المنحنى، ما بين اي نقطه على المنحنى والمماس، تمام. قال لك القانون بتاعها ايه؟ الايه هيساوي الايه في الاكس تربيع على 200 ال، تمام. طيب الايه قلنا ديت الايه اللي هي الفرق الجبري. طب الاكس هو هيجي يقول لك والله انا عايز على بعد مسافه، على بعد مسافه اكس، يبقى الاكس دي المسافه الافقيه. طب ال ده طول المنحنى، تمام. طيب لما اجي هنا اعوض عن الايه، هو هنا مثلا مديني الميل 3% والميل هنا سالب 3% والميل ده مثلا موجب 2%، فلما جيت طلعت المعيار الجبري طلعت قلت ايه الفرق الجبري، طلعت قلت سالب 3، المفروض سالب 3 في سالب 3 من 100 ناقص سالب 2، تمام، طلع معايا 5، المفروض 5 دي فين؟ 5%، صح؟ لا، انا لما اجي اعوض هنا بقى عن الايه هندسه هقول كام؟ مش هعوض بقى، مش هعوض بال 100، انا هعوض بالرقم المطلق بس اللي هو ال 5، تمام؟ يبقى اقول 5 في الاكس تربيع على 200، على 200 ال، تمام؟ كل ده هيبان معايا في المساله دلوقتي. طيب هاجي بعد كده بعد اعلى نقطه على المنحنى، يعني انا عايز فين اعلى نقطه في المنحنى ديت بالنسبه لي، لما تبعد مسافه قد ايه عن البي في سي، يبقى الاكس دي الاكس الهايست بوينت اللي هي اعلى نقطه على المنحنى بتساوي ال في جي واحد على الاي، تمام، وقلنا ده هنعوض عنهم بالرقم الصحيح من غير ما اقسم على مين، من غير ما اقسم على 100، يعني ده مثلا سالب 3% ده 2%، يبقى اخد الثلاثه واخد الاثنين، تمام يا هندسه. طب الجي واحد ده اللي هو مين؟ قلنا جي واحد اللي هو هيبقى الاولاني اللي هنا ده اللي هو على الشمال بالنسبه لي، تمام. طيب يبقى ده ايه القانون ده بتاع ايه؟ بتاع اعلى نقطه على المنحنى. طيب الزد بتاعتها قلنا الزد ده فين؟ ده المسافه من المنحنى للمماس، يعني المسافه من عند المنحنى من هنا للمماس، المسافه الرأسيه دي، تمام. قلنا الزد بتاعت الهايست بوينت هتساوي ايه؟ هتساوي ال في الجي واحد تربيع على 200 الاي، تمام. امال ايه الزد دي هندسه؟ قال لك الزد ده لاي نقطه على مسافه اكس، يعني اي نقطه غير الهايست بوينت هيساوي الاي اكس تربيع ايه في الاكس تربيع على 200 ال، تمام. انما بالنسبه للهايست بوينت، انما بالنسبه للهايست بوينت هيساوي ايه؟ هيساوي ال
قلنا الزد للهايست بوينت هتساوي ايه؟ هتساوي ال في الجي 1 تربيع على 200 الايه، تمام؟ انما الزد لاي نقطه غير الهايست بوينت هيبقى القانون بتاعها الايه في الاكس تربيع على 200 ال، تمام؟ طيب نيجي بعد كده هندسه على الاستيشنات. احنا عايزين نحسب مثلا لو احنا مدينا، لو هو مديني الاستيشن بتاع البي في اي وعايز يحسب الاستيشن بتاعت البي في تي والاستيشن بتاعت البي في سي، تمام؟ اجي هنا انا عايز احسب البي في سي، قلنا احنا شغالين على ايه؟ احنا شغالين كله على الافقي، تمام؟ فلما اجي احسب الاستيشن بتاعت البي في سي هتساوي ايه؟ هتساوي الاستيشن بتاعت البي في اي ناقص اللي على الاثنين، تمام؟ طيب انا عايز احسب الاستيشن بتاعت البي في تي، يبقى هتساوي الاستيشن بتاعت البي في اي اللي هو الاسقاط بتاعها على الراس هنا زائد اللي على الاثنين، تمام؟ طيب نيجي بعد كده انا عايز احسب الاليفيشن، تمام، بتاع البي في سي. لو هو مديني مثلا الاستيشن بتاعت البي في اي ومديني الاليفيشن بتاعها، يعني قايل لي مثلا ان ديت على ارتفاع مثلا 50 متر، تمام؟ طيب انا عايز احسب الاستيشن بتاعت البي في سي، احسبه ازاي؟ والله تعالى هندسه انا معايا عايز احسب ايه؟ عايز احسب الاستيشن بتاع، عايز احسب قلنا الاستيشن بتاعت البي في سي هتساوي ايه؟ هتساوي الاستيشن بتاعت البي في اي ناقص اللي على الاثنين. طيب الاليفيشن بتاعها هيساوي ايه؟ انا مثلا قايل لك ان ده على ارتفاع 50 مثلا، تمام؟ مديك الاليفيشن بتاعها على ارتفاع 50، تمام؟ طيب انا عايز انزل فين؟ عايز اجيب عايز احسب الاليفيشن بتاع البي في سي. طب انهي اعلى؟ البي في سي ولا البي في اي؟ البي في اي اعلى، تمام؟ طيب يبقى الاستيشن، يبقى الاليفيشن بتاع البي في سي هيساوي ايه؟ هيساوي الاليفيشن بتاع البي في اي ناقص الارتفاع ده. طب الارتفاع ده اجيبه منين؟ اجيبه من المثلث ده، مش انا عندي الميل ده بيساوي مقابل على مكور، تمام؟ طيب انا عايز ايه؟ انا عايز الارتفاع، يبقى عايز الارتفاع ده يبقى هيساوي ايه؟ يبقى هيساوي الميل بتاع الجي 1 في مين؟ في ال على 2. يبقى الاليفيشن بتاع البي في سي هيساوي ايه؟ هيساوي الاليفيشن بتاع البي في اي ناقص الجي 1 في ال على 2. طب تعالى الناحيه الثانيه، انا عايز الاستيشن بتاعت البي في تي، قلنا الاستيشن بتاعت البي في تي هتساوي ايه؟ هيساوي الاستيشن بتاعت البي في اي زائد ال على 2. طيب عايز الاليفيشن بتاعها، يبقى نفس الحكايه اللي عملته الناحيه الثانيه، هنا بس هنا كام؟ هنا جي 2، تمام؟ يبقى هنا الاليفيشن بتاع البي في تي هيساوي ايه؟ هيساوي الاليفيشن بتاع البي في اي ناقص الجي 1 في ال على 2، تمام؟ خد بالك ما تروحش تعوض عن الاشاره، يعني ما تروحش هنا مثلا الميل بتاعك بسالب 3%، تمام؟ والميل هنا موجب 2%، انا هنا بجيب الاليفيشن، تمام؟ ماليش دعوه بايه؟ ماليش دعوه بالاشاره، تمام؟ يعني لما اجي هنا اجيب الاليفيشن بتاع البي في سي هيساوي ايه؟ هيساوي ال 50 ديت، ونفرض مثلا ان طول المنحنى ده كان 1000 مثلا، تمام؟ فاجي هنا انا عايز الاليفيشن بتاع مين؟ بتاع البي في سي، يبقى هيساوي ايه؟ هيساوي ال 50 دهيت ناقص 2% في 500، تمام؟ طيب لو عايز اجيب الاليفيشن بتاع البي في تي يبقى يساوي ال 50 ناقص 3% في 500، تمام؟ طب نيجي بعد كده، انا لو عايز الاليفيشن بتاع اي نقطه على المنحنى، يعني انا عايز اجيب الاليفيشن بتاع اي نقطه على المنحنى غير نقطه البي في سي وغير نقطه البي في تي، اجي مثلا هندسه انا عايز اجيب الاليفيشن بتاع النقطه مثلا اللي هنا، وليكن النقطه دي سميناها مثلا نقطه اي، تمام؟ طيب اجيب الاليفيشن بتاع النقطه دي ازاي؟ انا عندي مين؟ انا عرفت اجيب الاليفيشن بتاع البي في سي، تمام؟ طيب انا اعرف ايه؟ اعرف احسب ايه؟ والله هندسه انا اعرف اجيبه لك، اعرف اجيب لك في المثلث ده، اعرف اجيب لك الاليفيشن بتاع النقطه دي على المماس، صح؟ عشان اعرف اجيب الاليفيشن بتاع النقطه دي على المماس هيساوي ايه؟ هيبقى البي في سي زائد الميل اللي هو ال 2% ده في المسافة اكس اللي هو عايزها، تمام؟ طيب انا عايز اجيبها فين؟ انا عايز اجيبها على الكيرف. طب اجيبها على الكيرف ازاي؟ يبقى هيساوي النقط، انا جبت الارتفاع لحد هنا، طب ما انا اطرح منها الزد، يبقى اجيب منها مين؟ اجيب الاليفيشن لحد نقطة مين؟ لحد على المنحنى بالظبط، هتبقى كام؟
تمام، يبقى الاليفيشن بتاع اي نقطه على المنحنى هيساوي ايه؟ هيساوي الاليفيشن بتاع البي في سي زائد صوت راح كده. ايوه ايوه والله يعني تقريبا. سامعني كده يا باشمهندسين؟ ايوه تمام كده تمام. طيب انا عايز احسب فين؟ احنا قلنا عايزين نحسب الاليفيشن بتاع اي نقطه على المنحنى، قلنا هنجيبها ازاي؟ قلنا الاليفيشن بتاع اي نقطه على المنحنى هيساوي الاليفيشن بتاع الفي في سي زائد الميل اللي هو جي واحد في المسافه اكس اللي هو عايز يحسب عندها. يبقى انا كده وصلت لمين؟ وصلت لهنا، اطرح منه الزد بتاعه النقطه ديت، يبقى انا وصلت لفين؟ وصلت لعند المنحنى. تمام، يبقى الاليفيشن لاي نقطه هيساوي الاليفيشن بتاع الفي في سي زائد الجي واحد في الاكس ناقص الزد. وقلنا الزد بتاع ايه؟ بتاع اي نقطه بنجيبها منين؟ من القانون ده اللي هو الزد هيساوي الايه في الاكس تربيع على مين؟ على 200 ال. تمام، طيب نيجي بعد كده، انا عمال اقول لك ال، طب هو ال بتاع طول المنحنى ده هنجيبه منين؟ قال لك والله احنا عشان نحسب ال هنحسبه، احنا مشكلتنا فين في الاليفيشن ده؟ مشكلتنا فين في الفيرتيكال كيرف؟ احنا مشكلتنا كلها في اللي هو الاستوبنج سايد ديستانس، اللي هو لو انا عندي الكيرف اهوت تمام والعربيه جايه من الناحيه دي، تمام، هي مش شايفه حاجه الناحيه التانيه. تمام، طيب انا مشكلتي فين؟ انا مشكلتي ان انا اول ما اشوف الحاجه الناحيه الثانيه لازم احسب لي الستوبنج سايد ديستانس بحيث ان هي تعرف تلحق تقف قبل ما تخبط حاجه اللي هي الناحيه الثانيه. تمام، فقال لك احنا هنجيب ال هنا بناء على مين؟ بناء على الستوبنج سايد ديستانس. تمام، طيب احنا عندنا مشكلتين، والله احنا مش عارفين هو الستوبنج سايد ديستانس بالنسبه لي اكبر من طول الكيرف، ولا الستوبنج سايد ديستانس بالنسبه لي اقل من طول الكيرف. فقال لك احنا مش عارفين، فقال لك هنعمل ايه؟ والله احنا هنفرض تمام ونشوف الناتج بتاعنا. طيب نيجي نقول اول حاجه بالنسبه لنا، لو الاستوبنج سايد ديستانس اقل من ال، تمام، قال لك القانون بتاعها ال هتساوي ايه؟ هتساوي الايه في الاس في الاستوبنج سايد ديستانس تربيع على 200 في جذر الاتش 1 زي جذر الاتش 2 الكل تربيع. قال لك الاتش 1 ده اللي هي ايه؟ ده ارتفاع عين السائق. يعني انا بالنسبه لي لو العربيه جايه من هنا فالاتش 1 ده ارتفاع عين السائق، طب الاتش 2 ده ارتفاع العائق الناحيه الثانيه. فقال لك والله احنا بنفرض ان ارتفاع عين السائق ده بنشتغل على العربيه اللي هي الملاكي، تمام، علشان الارتفاع بتاعها صغير فبنفرضها اللي هي 3.75. طب ال اتش 2 ارتفاع العائق بنفرض ان هو نص فيه. والله عوض كده هتلاقي القانون بالنسبه لك ال اللي هتساوي ال A في الاس تربيع على 1329. تمام، يبقى اجي في الاول كده افرض ان الاستوبنج سايد ديستانس اقل من ال واروح احسب ال، والله طلع مثلا معايا ان الاستوبنج سايد ديستانس دي مثلا عايزه 1000 فيت. تمام، طيب حسبت ال مثلا طلع معايا مثلا 1200 فيت. تمام، يبقى فعلا ال اكبر من مين؟ من الاستوبنج سايد ديستانس. طب لو حسبت ال وطلعت مثلا معايا 500 فيت، يبقى لا، يبقى الاستوبنج سايد ديستانس هي اللي اكبر من ال، يبقى اروح اعمل ايه؟ اقول الفرض ده غلط وارجع افرض تاني ان الاستوبنج سايد ديستانس اكبر من ال واروح اعوض في القانون. تمام، اللي بعد التبسيط هيطلع معاك ان ال بيساوي 2 اس ناقص 1329 على ايه؟ هتطلع من هنا ال هتلاقي طلعت معاك اكبر من إيه؟ اقل من مين؟ اقل من الاستوبنج سايد ديستانس. تمام، هتيجي هنا ال هتلاقي اقل من الاستوبنج سايد ديستانس. تمام، يبقى اول حاجه احنا بنفرض ان الاستوبنج سايد ديستانس ان ال اكبر من مين؟ اكبر من الاستوبنج سايد ديستانس. تمام، وعوض في القانون، والله طلع معايا ان ال اكبر من الاستوبنج سايد ديستانس، يبقى كده الفرض بتاعي تمام. طيب لو طلع العكس، يبقى ارجع اقول الفرض ده غلط وارجع افرض تاني ان الاستوبنج سايد ديستانس هي اللي اكبر من مين؟ هي اللي اكبر من ال، وارجع اعوض في القانون، هيطلع معاك ان ال اقل من مين؟ اقل من الاستوبنج سايد ديستانس. تمام، نيجي بعد كده لمين؟ للساج كيرف اللي هو المنحنى المقعر. تمام، برضه اول نقطه البدايه اسمها البي في سي ونقطه النهايه اسمها البي في تي. قلنا ال ده ايه؟ قلنا ال ده طول المنحنى على الافق. وقلنا لو خدنا نقطه كده، خدنا كده خط من عند البي في اي راس كده، هيقسم لي الطول ده لايه؟ لنصين، الا على الاثنين والا على الاثنين.
تمام. وقلنا الايه ده هو ايه؟ قلنا الايه ده الفرق الجبري ما بين الميلين، تمام، اللي هو جي 2 ناقص جي 1. وقلنا السك كيرف يعني هو يجي في المساله يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا منحنى مثلا الميل الاولاني بتاعه سالب 3% والميل الثاني مثلا موجب، تمام، يبقى سالب، يبقى ده يبقى ده منحنى مين؟ منحنى مقعر. هتيجي ترسمه هتلاقيه معاك منحنى مقعر. طيب لو جينا ناخد الايه؟ هيبقى الجي 2 ناقص الجي 1، الجي 2 اللي هي تبقى مثلا موجب 5 ناقص ناقص جي 1 يبقى ادينا كام؟ يعني مثلا لو قال لي الميل الاولاني سالب 3% والميل الثاني موجب 5%، تمام؟ اجي اجيب الايه هتساوي ايه؟ هتساوي الجي 2 اللي هو الخمسه ناقص ناقص 3 يبقى زائد 3 يبقى كام؟ هيبقى 8، تمام كده؟ طيب اجي نزد، قلنا الزد دي ايه؟ قلنا الزد هي نفس الحكايه بالظبط ونفس القانون اللي هناك اللي هو المسافه ما بين المنحنى للمماس. الزد هتساوي الايه في الاكس تربيع علامتين ال. طيب الاكس، الاكس هناك كان اسمها الاكس هايست بوينت، هنا احنا عايزين اكس لوست بوينت. هو نفس القانون بالظبط، ال في جي 1 على ايه؟ تمام؟ طب الاكس ده اللي هو ايه؟ قلنا ده المسافه اللي بيبعد عن اللي بتبعد مسافه اوطى نقطه عن مين؟ عن البي في سي. خد بالك ركز منين؟ تمام؟ نفس الكلام كانت هناك في المنحنى، في المنحنى المحدد بس كان اسمها هايست بوينت وكانت برضه بعد اعلى نقطه عن مين؟ عن البي في سي. تمام؟ طيب الزد بتاعت لوست بوينت بيساوي ايه؟ هيساوي ال في الجي 1 تربيع علامتين الايه؟ تمام؟ طيب نيجي نفس الحكايه بالظبط، انا عايز الاستيشن بتاعت البي في سي والاليفيجن بتاعها. طب هو بيبقى مديني ايه؟ بيبقى مديني الاستيشن والاليفيجن بتاعت البي في اي، تمام؟ يبقى الاستيشن بتاعت البي في سي هتساوي ايه؟ هتساوي الاستيشن بتاعت البي في اي ناقص اللي على الاثنين، تمام؟ طيب الاستيشن بتاعت البي في تي هتساوي ايه؟ هتساوي الاستيشن بتاعت البي في اي زائد اللي على الاثنين، تمام؟ طيب خد بالك ان احنا كنا هناك في المنحنى الافقي ما كانش ينفع نقول ان الاستيشن بتاع البي في تي هيساوي الاستيشن بتاع البي في اي زائد ال اللي هو طول المنحنى على الاثنين، صح، او ناقص التنجنت. يعني لو جيت في هناك في الهوريزونتال كانت السكشن اللي قبل ده، تمام، لو كنت تفتكر كده كان عندنا الهوريزونتال اهوت، تمام، وكان ده كانت دي نقطة البي في سي وكانت دي نقطة البي في تي وكان دي نقطة الايه؟ البي اي. كنت باجي اقول لك انا لو عايز الاستيشن بتاع البي في سي كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك الاستيشن بتاعت البي اي ناقص التنجنت اللي هو طول المماس ده، تمام؟ كنت قلت لك ما ينفعش ان انا اجي هنا عشان اجيب البي في سي اللي هو البي في تي ده البي تي ده او السي تي قصدي، تمام؟ كنت قلت لك ما ينفعش اقول البي اي زائد التنجنت ده، صح؟ انما هنا في المنحنى الراسي بقول لك ايه؟ بقول لك انا عايز البي في تي هيبقى البي في اي زائد ال على الاثنين. طب ليه يا هندسه؟ احنا هنا شغالين على مين؟ شغالين هنا على الافق، على الاسقاطات الافقيه، تمام؟ طيب يبقى ركز كده عشان ما تدخلش الدنيا في بعضها، تمام؟ طيب يبقى الاستيشن بتاع البي في سي هيساوي ايه؟ هيساوي الاستيشن بتاعت البي في اي ناقص ال على الاثنين. طيب الاستيشن بتاعت البي في تي هيساوي الاستيشن بتاعت البي في اي زائد ال على الاثنين، تمام؟ طيب لو هو مديني بقى الاليفيشن بتاع البي في اي وعايز الاستيشن بتاع البي في سي، تمام، هنا بقى العكس، هنا البي في سي هي اللي اعلى من مين؟ اللي اعلى من البي في اي، تمام، يبقى عايزين الاليفيشن بتاع ده يبقى يساوي الاليفيشن بتاع البي في اي زائد اللي هي المسافه الراسيه دي لحد ما اوصل هنا، تمام. المسافه الراسيه دي هتساوي ايه؟ هتساوي جي 1 في ال على الاثنين. يبقى الاستيشن بتاعت البي في سي هتساوي ايه؟ الاليفيشن قصدي بتاع البي في سي هيساوي ايه؟ هيساوي الاليفيجن بتاع البي في اي زائد الجي 1 في ال على الاثنين، تمام. طب عايز الاليفيجن بتاع البي في تي يبقى هيساوي الاليفيجن بتاع البي في اي زائد مين؟ زائد الجي 2 في ال على الاثنين، تمام. يبقى الاليفيجن بتاع البي في تي هيساوي الاليفيجن بتاع البي في اي زائد الجي 2 في ال على الاثنين. طب هندسه انا لو عايز الاليفيجن بتاع اي نقطه على المنحنى، انا عايز الاليفيجن بتاع اي نقطه مثلا وليكن هنا، هتساوي ايه؟ كنا قلنا هناك هتساوي البي في سي، تمام، بس هنا بقى النقطه دي ايه؟ اوطى من البي في سي، يبقى ناقص ناقص جي 1 في ايه؟ في المسافه الاكس، تمام. وارجع انا كده وصلت لحد فين؟ وصلت لحد التنجنت هنا. طب انا عايز ارجع للنقطه، يبقى اجمع مين؟ اجمع الزد، تمام. يبقى الاليفيشن بتاع اي نقطه على المنحنى هيساوي ايه؟
هيساوي الاليفيشن بتاع البي في سي زائد الجي واحد في الاكس واجمع عليها كام؟ قصدي هتبقى ناقص الجي واحد في الاكس واجمع عليها مين؟ واجمع عليها الزد. تمام؟ يبقى الاليفيشن بتاع اي نقطه هيساوي الاليفيشن بتاع البي في سي ناقص الجي واحد في الاكس تمام زائد الزد. تمام؟ هناك احنا كنا قلنا ايه؟ هناك احنا كنا هنا عايزين اي الليفيجن، فقلنا الليفيجن هيساوي ايه؟ الليفيجن بتاع البي في سي زائد جي واحد في الاكس ناقص الزد. تمام؟ انما هنا عملنا ايه؟ احنا هنا قلنا الليفيجن بتاع البي في سي ناقص جي واحد في الاكس، في الاكس بس يا هندسه مش الاكس التربيعي. تمام؟ يبقى الليفيجن بتاع البي في سي ناقص جي واحد في الاكس زائد الزد. طب الزد ايه؟ الزد ديت قلنا الايه في الاكس تربيع علامتين ال ال. تمام؟ حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ لا تمام. طيب نيجي بعد كده بقى احنا عايزين نحسب مين؟ عايزين نحسب ال بتاع الكيرف اللي هو طول الكيرف. احنا هناك كنا بنحسبه بناء على مين؟ على السوبرنج سايد ديستنس بس. تمام؟ يعني احنا هنحسبه بناء على ثلاث حاجات. تمام؟ طيب اول حاجه بناء على مين؟ على السوبرنج سايد ديستنس. تمام؟ قلنا برضو زي هناك بالظبط، هنفرض ان الاول ان السوبرنج سايد ديستنس اقل من ال او طول الكيرف اكبر من السوبرنج سايد ديستنس، ونعوض في القانون بتاعنا اللي هو ال اللي هيساوي الاي في الاس تربيع على 400 زائد 3 ونص الاس. تمام؟ والله طلع معانا فعلا ان ال اكبر من السوبرنج سايد ديستنس، يبقى الفرض بتاع ده صحيح. طيب طلع العكس، يبقى الفرض ده غلط، وراح اعوض في القانون الثاني اللي هو ايه؟ ال اللي بيساوي 2 اس ناقص 400 زائد 3 ونص السوبرنج سايد ديستنس على مين؟ على الاي. تمام؟ هيطلع معاك هنا ان ال اقل من مين؟ اقل من السوبرنج سايد ديستنس. تمام؟ يبقى اول حاجه احنا بنروح نفرض ان ال اكبر من السوبرنج سايد ديستنس ونعوض في القانون، طلع معانا ال فعلا اكبر يبقى الفرض بتاعي صح. تمام؟ طلع العكس يبقى الفرض ده غلط، وراح اعوض في القانون الثاني. تمام؟ طيب نحسب تاني حاجه بناء على ايه؟ بناء على الكمفورت اللي هي الراحه، علشان حضرتك كنت نازل من على الكيرف كده ما تحسش ان انت نازل مره واحده. تمام؟ فهتلاقي القانون بتاعها الايه؟ بيقول لك ايه؟ ال اللي بيساوي ال A في ال V تربيع على 46 ونص. تمام؟ طيب نيجي بعد كده بنحسب ال L بناء على ايه؟ بناء على الابيرنس اللي هو المظهر العام بتاع الكيرف. قال لك ال L بيساوي ال 100 في ال A. يبقى انا طلعت هنا كام طول المنحنى؟ طلعت 3 مرات، حسبته 3 مرات. طب اخد طول المنحنى مين؟ اخد طول المنحنى الاكبر من الثلاثه دول. تمام؟ يبقى احسب مره بناء على السوبرنج سايد ديستانس، وارجع احسبه تاني من علشان الراحه، تمام؟ علشان الكمفورت، واجي احسب تاني بناء على الابيرنس، واخد الاكبر من الثلاثه. تمام؟ يبقى اخد الاكبر من الثلاثه عشان يحقق لي الثلاث حاجات دول. تمام كده؟ طيب نيجي بقى نبص على المسائل. وهنا بقول لك ايه؟ بقول لك افيرتيكال كيرف كونكتنج اب وورد جريد. تمام؟ بقول لك بيتكون من upward grade موجب كام؟ موجب 2% with other downward بسالب 4%. يبقى لك ان الميل الاولاني بموجب والميل الثاني بسالب، يبقى تيجي هنا ترسمه كده، الميل الاولاني بموجب اهوت والميل الثاني بسالب، يبقى ده منحنى ايه؟ يبقى ده منحنى محدد. تمام؟ طيب بقول لك بس الثرو يعني بيمر بنقطتين، نقطه دي ونقطه ايه. وبقول لك الزيز بوينت هاز ستيشن اوف 13 زائد 50، وديك الستيشن بتاعتهم. بقول لك الستيشن بتاعتهم 13 زائد 50 و14 زائد 70. وبقول لك الاليفيجن بتاعهم بتاع النقطتين دولت 49 و8 و51. تمام؟ بقول لك ايه؟ ومديك هنا بقول لك ان الستيشن بتاعت البي في سي تمام ب 12 زائد 80. عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب طول الكيرف ده كام. تمام؟ طيب نيجي هنا نرسم اهم حاجه في المساله اللي انت ترسمها. تمام؟ تعال ارسم المساله. هو بيقول لك الميل الاولاني ب 2، يبقى ترسم الميل الاولاني ب 2 والميل الثاني بسالب 4. تمام؟ وتوصل ما بينهم بالمنحنى. تمام؟ طيب هو هنا بيقول لك ايه؟ طيب تحدد بالنسبه لك نقطه البدايه اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي البي في سي، ونقطه النهايه اللي هي البي في تي. بيقول لك ان المنحنى ده بيمر بنقطتين، نقطه اسمها دي ونقطه اسمها اي. يبقى تيجي على المنحنى كده وتوقع لي نقطتين، نقطه اي ودي ونقطه اي. تمام؟ طيب هو مديك ايه تاني؟ مديك الاستيشن بتاعت النقطه دي ب
ب 13 زائد 50، ومديك الاليفيشن بتاعها ب 49 و8 من 10، تمام؟ طيب مديك الاستيشن بتاع النقطة ايه بكام؟ ب 14 زائد 70، ومديك الاليفيشن بتاعها بكام؟ ب 51، تمام؟ ومديك الاستيشن بتاعت البي في سي بكام؟ ب 12 زائد 80. باشمهندس هو عايز ايه؟ قول يا هندسة. هو معلش ايه الاليفيشن بتاع النقطة؟ الاليفيشن يعني ده اللي احنا كنا بنحسبها هنا، ان احنا قلنا الاليفيشن بتاع اي نقطة على المنحنى. فاكر الاليفيشن القانون اللي احنا خدناه ده؟ الاليفيشن ده اللي هو بص يا ناس، لما تيجي تنزل توقع على في الواقع، يعني احنا بننسب كل حاجة بالنسبة لمنسوب ثابت بالنسبة لنا. يعني بنيجي نقول مثلا أي حاجة ثابتة في الموقع هناك، بنقول إن ده الصفر بالنسبة لنا، تمام؟ وأنسب الباقي ليه؟ أقول مثلا ده على ارتفاع كام؟ منسوب نقطة. ده منسوب النقطة فين؟ بس منسوب النقطة فين بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للثابت اللي أنا عامله هناك في الموقع. تمام. يعني أنا أول ما بروح موقع هناك، بروح أشوف أي حاجة ثابتة بالنسبة لي هناك، أعرف أنسب ليها الحاجة دي كلها، تمام؟ يبقى الحاجة دي ثابتة بالنسبة لي، وأقول النقط دي فين بالنسبة لها، تمام؟ يجي المساح لما ينزل هناك ياخد الإليفيجن بتاع النقطة ديت، بتاع النقطة الثابتة بالنسبة له، وينسب الباقي ليها، تمام؟ طيب نيجي هنا، هو مديني الاليفيجن بتاع، شكرا يا هندسه. فنيجي هنا الاليفيجن بتاع النقطه دي بكام؟ هو مديها لي ب 49 و8، تمام؟ الاليفيجن ده بتاعها على فين؟ على المنحنى. دي نقطه فين؟ على المنحنى هنا. طيب الاليفيجن بتاع النقطه ايه؟ على المنحنى ب 51، تمام؟ طيب نيجي اول حاجه، احنا قلنا اول حاجه بنحسبها بنحسب الايه؟ الايه، تمام؟ الايه اللي هو الفرق الجبري. نيجي نحسب الايه هيساوي ايه؟ هيساوي سالب 4 ناقص موجب 2، يبقى ناقص 2 هيساوي كام؟ هيساوي 6، تمام؟ نيجي بعد كده يا هندسه، مش هو مديني الاستيشن بتاعت النقطه دي ومديني الاستيشن بتاع الفي في سي، يبقى انا اعرف بحسب منها ايه؟ الاكس دي اللي هي دي تبعد قد ايه عن الفي في سي؟ يبقى النقطه دي هتبعد قد ايه عن الفي في سي؟ هتساوي الاستيشن بتاع النقطه دي ناقص الاستيشن بتاعت مين؟ بتاعت الفي في سي، تمام؟ الاستيشن احنا قلنا ما ادناش الاستيشن بكام، احنا بنفرض ان الاستيشن دي دايما كام؟ 100 قدم، تمام؟ طيب يبقى هنا 13 زائد ال 50 ناقص ال 12 زائد ال 80 اللي هي 1350 ناقص 1280، هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك الاكس بتاعت النقطه دي بتبعد قد ايه عن البي في سي؟ بتبعد 70 متر، تمام؟ هي هنا ومديك الابعاد كلها بايه؟ مديك الابعاد كلها بالمتر، فاحنا شغالين متر، تمام؟ يبقى لو مالكش الاستيشن، سواء انت شغال قدم او شغال متر، الاستيشن دايما 100، يا 100 قدم يا 100 فيت، تمام؟ طيب نيجي بعد كده عايزين نحسب المسافه بين مين؟ المسافه اللي هي الاكس اي، هتساوي ايه؟ هتساوي الاستيشن بتاع النقطه دي ناقص الاستيشن بتاع البي في سي، تمام؟ يبقى 1470 ناقص 1280 هيديك كام؟ هيديك 1190 متر، تمام؟ طيب يا هندسه احنا عايزين ايه؟ هو عايز يحسب طول الكيرف. طب طول الكيرف ده نجيبه منين؟ والله يا هندسه احنا نحول من المعطيات اللي هو مديها لنا نشوف طول الكيرف هيجيب منين. طيب هو طول الكيرف ده اصلا كان بيظهر معانا فين؟ مش هو هنا مديك الاليفيجن بتاع النقطه دي؟ طب ما تروح تشوف القانون اللي هو الاليفيجن بتاع اي نقطه كان بيساوي ايه؟ الاليفيجن بتاع اي نقطه كان بيساوي الاليفيجن بتاع البي في سي زائد الجي 1 في الاكس ناقص الزد. طب الزد دي كانت بتساوي ايه؟ الزد كان بيساوي الايه في الاكس تربيع على 200 ال، يبقى ال اللي ظهرت معايا هنا، تمام؟ طيب اجي هنا مثلا عند النقطه دي، النقطه دي هو قايل لي الاليفيجن بتاعها في كام؟ قايل لي الاليفيجن بتاعها في 49 و8، يبقى 49 و8 هيساوي ايه؟ هيساوي الاليفيجن بتاع البي في سي انا مش عارفه زائد الجي 1 انا عارفه اللي هو كام؟ اللي هو 2%، تمام؟ يبقى زائد 2% في كام؟ في 70، 70 دي اللي هي ايه؟ اللي هي بعد مسافه نقطه دي عن البي في سي اللي احنا حسبناها هنا، تمام؟ اللي هي طلعت معانا بكام؟ ب 70، تمام؟ ناقص الزد، الزد اللي هو هيساوي ايه؟ هيساوي الاي اللي هي ب6 في الاكس تربيع اللي هي 70 تربيع على 200 ال، تمام؟ يبقى من هنا الاليفيجن بتاع البي في سي هيساوي ايه؟ ودي ده الناحيه الثانيه، يبقى هيساوي 48 و4 زائد 147 على ال، تمام؟ ونسمي دي معادله واحد. طب اجي عند النقطه ايه؟ هعوض في نفس القانون، الاليفيجن بتاع النقطه ايه من دول بكام؟ ب51، هيساوي الاليفيجن بتاع البي في سي زائد الجي 1 في الاكس، الاكس هنا بكام؟ ب190، انا حاسبها هي النقطه ايه، تمام؟ ناقص
6 في 190 تربيع على مين؟ على 200 ال. يطلع معايا هنا ان الاليفيشن بي في سي هيساوي كام؟ هيساوي 47 و2 من 10 زائد 183 على ال. تمام؟ طيب مساوي 1 ب2 هيبقى المجهول الوحيد عند مين؟ هيبقى المجهول الوحيد عند ال. لو سويت 1 و2 هيطلع لك ان 986 على ال هيساوي 1 و2 من 10، وهيطلع لك من هنا ال بكام؟ ب 780 متر. تمام؟ يبقى انا بحاول، انا معايا شويه قوانين بحاول استفيد منهم في المساله بتاعتي. تمام يا باشمهندسين، حد عنده مشاكل في المساله دي؟ لا تمام يا باشمهندس. نيجي بعد كده، هو هنا محدد لك نوع المنحنى، بيقول لك ايه؟ بيقول لك اساج فيرتيكال كير، بيقول لك ان المنحنى ده ساج جوينت السالب 3% اند موجب 3%. يعني حتى لو هو ما كانش قال لي ساج، انا كنت اروح ارسم المنحنى الميل الاولاني بسالب يبقى نازل لتحت، والميل الثاني موجب طالع لفوق يبقى هو منحنى ساج. تمام؟ بيقول لك اف ذا في في اي، بيقول لك ان مديك الفي في اي، مديك الاستيشن بتاعتها بكام؟ ب 435 زائد 50. تمام؟ ومديك الاليفيشن بتاعها بكام؟ ب 235 فيت. تمام؟ بقول لك ديترماين ذا ستيشن اند اليفيشن بتاع الفي في سي، عايز الستيشن والاليفيشن بتاعت الفي في سي والبي في تي، ومديك الديزاين سبيد بكام؟ ب 70 ميل في الساعه. تمام؟ طيب نيجي هنا للمساله، هو قال لك الميل الاولاني بكام؟ بسالب 3، يبقى تنزل لتحت، والميل الثاني موجب 3 يعني طالع لفوق، يبقى ده منحنى مين؟ منحنى ساق. تمام؟ منحنى مقعر. تمام؟ يبقى نقطة البداية بالنسبة لي اللي هي إيه؟ اللي هي الـ VVC، ونقطة التقاطع اللي هي الـ VVI، ونقطة التقاطع النقطة الأخيرة المنحنى اللي هي المين؟ اللي هي الـ VVT. طيب هو مديني إيه يا هندسة؟ هو مديني الستيشن بتاعت الـ VVI، ومديني الإليفيجن بتاعتها. طيب عايز إيه؟ عايز الستيشن والإليفيجن بتاع الـ VVC، والستيشن والإليفيجن بتاع الـ VVT. طيب إحنا من المسألة، إحنا من القوانين اللي فوق كنا قايلين إيه؟ كنا قايلين الستيشن بتاع الـ VVC هيساوي إيه؟ هيساوي الستيشن بتاعت الـ VVI ناقص ال على الاثنين. تمام؟ طب الاستيشن بتاع الفي في تي هيساوي الاستيشن بتاع الفي في اي زائد ال على الاثنين. تمام؟ وقلنا الاليفيجن بتاع الفي في سي هيساوي ايه؟ هيساوي الاليفيجن بتاع الفي في اي زائد جي واحد في كام؟ في ال على الاثنين. وقلنا الاليفيجن بتاع الفي في تي هيساوي الاليفيجن بتاع الفي في اي زائد جي اتنين في كام؟ في ال على الاثنين. يبقى انا بالنسبه لي اهم حاجه لازم اجيبها، اجيب مين؟ اجيب ال. يبقى أول حاجة أنا عايز أجيبها، عايز أجيب الـ L. طيب أجيب الـ L منين؟ فهو هنا هو الهندسة مديك السرعة. طالما مديك السرعة يبقى هو بيقول لك روح هاته من مين؟ روح هاته من القوانين. قلنا ده منحنى ساق، فقلنا هنجيب الـ L بناءً على إيه؟ قلنا هنجيبه بناءً على ثلاث حاجات. تمام؟ طيب أول حاجة نروح نحسب إيه؟ نروح نحسب الـ Stopping Side Distance. طب القانون بتاع الـ Stopping Side Distance كان بيساوي إيه؟ كان 1.47% في الـ V في الـ T زائد الفي سكوير على 30 في الاف زائد او ناقص الجي. تمام؟ تعال عوض معايا، يبقى 1.47% في الفي، الفي هو مديلك بكام؟ ب 70 ميل في الساعه. تمام؟ وخد بالك انت شغال على وحدات ايه؟ انت كل وحداتك اللي شغال عليها شغال بالفي، يعني هو هنا في المساله راح مديك الاليفيجن بكام؟ ب 235 في. تمام؟ فانت كل وحداتك شغال بايه؟ شغال بالفي. تمام؟ طيب يبقى هو هنا مديك الفي بكام؟ ب 70 ميل في الساعه. يبقى 1.47% في 70 في التي، ما ادانيش التي، بنفرضه ب2.5. تمام؟ زائد الفي سكوير بكام؟ 70 تربيع على 30، الاف قلنا بنفرضها بكام؟ بنفرضها ب 35%. تمام؟ زائد او ناقص جي. طب ناخد هنا كام؟ ناخده هنا الزائد ولا الناقص يا هندسه؟ اكيد بالنسبه لي هاخد السالب. طب خدته بالنسبه لي السالب ليه؟ لان بالنسبه لي السالب هيزود لي الاستوبنج سايد ديستنس. تمام؟ طيب نيجي هندسه، هو مثلا لو كان مديني الميل ده بسالب 3% والميل ده بموجب 4%، لما اجي هنا اعوض في الاستوبنج سايد ديستنس اخد الجي بكام؟ مش هنسيب حد عارف بالسالب 3 عشان هو هي اللي هتكبر السايد ديستان. تمام، انا هاخده باشاره سالب، بس هاخده باشاره سالب. انت حضرتك قلت لي سالب 3%. طب سالب 3 انت فرضت ان العربيه جايه كده من الطريق ده،
طب ممكن العربية تبقى الطريق ده رايح جاي وجاي من الناحية التانية، فالطريق اللي جاي من الناحية التانية بالنسبة له الأربعة دي إيه؟ بالنسبة له الأربعة دي سالب، صح؟ يبقى لما أجي هنا أعوض في القانون أخد مين؟ هاخدها سالب أربعة خد الأربعة بإشارة سالب. أخد الأربعة بإشارة سالب، تمام؟ أنا قلت لك سالب وموجب ده هو بيدالك في المنحنى عشان تعرف ترسم الكيرف، قلت لك إحنا فرضين إن اتجاه الحركة بالنسبة لي منين؟ من اتجاه الحركة جاي كده، جاي من الناحية دي، تمام؟ طيب بالنسبة لي لو ده سالب 3 وده موجب 4، طب ما العربية اللي جاية من الناحية دي، ما ممكن يبقى في عربية جاية من الناحية التانية، بالنسبة لها الأربعة ده هيبقى إيه؟ هيبقى سالب، والتلاتة ده هيبقى موجب، تمام؟ يبقى لما أجي أعوض في الستوبنج سايد ديستانس هاخد الميل الكبير بإشارة سالب، تمام؟ ونفس الكلام بالظبط في المنحنى المين؟ المنحنى المحدب، يعني لو المنحنى المحدب كده جه قال لي إن الميل ده موجب مثلا موجب 4، تمام؟ وده مثلا سالب 3، تمام؟ يبقى لما اجي اخد برضه في الاستوبنج سايد ديستانس هاخد مين؟ هاخد سالب 4 برضه، تمام؟ مش هاخد السالب 3، لان بالنسبه لي لو هو جاي من الناحيه ديت فبالنسبه له ده مين؟ ده نازل بالسالب، تمام؟ يبقى خد بالك في الاستوبنج سايد ديستانس انا باخد الميل الكبير باشاره سالب، تمام؟ يبقى هنا جيت حسبت الاستوبنج سايد ديستانس هيساوي كام؟ 47% في ال 70 في ال 2.5 زائد 70 تربيع على 30، وقلنا الاف هنفرضها ب 35% ناقص 3%، هيطلع لك الاستوبنج سايد ديستانس ب 767 ب 67% اداء، تمام؟ اجي بعد كده احسب ال ال، قلنا اول حاجه هنفرض ايه؟ هنفرض ان الاستوبنج ان ال ال اكبر من مين؟ اكبر من الاستوبنج سايد ديستانس، تمام؟ واروح اعوض في القانون بتاع ال ال هيساوي ايه في الاس تربيع على 400 زائد 3.5 الاس، تمام؟ عوض هنا هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك ان ال ب 1145، 1145 اكبر من الاستوبنج سايد ديستانس اللي احنا حاسبينها اللي هي 767، يبقى الفرض بتاعي ايه؟ يبقى الفرض بتاعي صح، تمام؟ طب لو طلع يا هندسه ان الفرض مثلا طلع معايا ان ال ب 500، يبقى الفرض بتاعي ده غلط وراح اعوض في القانون الثاني اللي هو ال اقل من مين؟ اقل من الاستوبنج سايد ديستانس، تمام؟ نيجي نحسب بقى ال الثاني بناء على مين؟ فور كومفورت اللي هي بناء على الراحه. القانون بتاعها كان بيقول ايه؟ بيقول لك ال ال بيساوي الايه في الفي تربيع على 46.5، تمام؟ يبقى يساوي 6 في ال 70 تربيع على 46.5 هيديك كام؟ 632. خد بالك ان القانون ده الفي هنا بكام؟ الفي لازم تعوض عنها بميل في الساعه، تمام؟ طيب فور ابيرنس قال لك ال ال بيساوي كام؟ هتساوي 100 في الايه؟ 100 في 6 بكام؟ ب 600. يبقى انا طلعت كام ال؟ انا طلعت 3، واحده ب 1145 والثانية ب 632 والثالثة بكام؟ والثالثة ب 600. هاخد انهي واحدة فيهم؟ قلنا هناخد الأكبر، يبقى هناخد ال بكام؟ ب 1145 تقريبا ونص، تمام؟ طب نيجي بعد كده هو عايز إيه؟ هو عايز الاستيشن بتاع البي في سي، قلنا الاستيشن بتاع البي في سي هيساوي الاستيشن بتاعة البي في أي ناقص ال على الاثنين، تمام؟ طب هو مديني الاستيشن بتاعة البي في أي بكام؟ ب 435 زائد 50، تمام؟ طيب نيجي هنا نعوض، يبقى 43550 ناقص 1145 نص على الاثنين هيطلع لك بعد ما تحول الاستيشن ده يبقى كام؟ 429 زائد 7725. طيب نيجي نعوض على الاليفيجن بتاعت البي في سي، قلنا الاليفيجن بتاعت البي في سي ديت هتساوي ايه؟ هتساوي الاستيشن بتاعت البي في اي زائد اللي على الاثنين، تمام؟ عوض هندسه هتلاقيها طلعت معاك بكام؟ زائد اللي على الاثنين هتطلع طلعت معاك بكام؟ ب 441 زائد 22.75. طيب بعد كده هو عايز ايه؟ هو عايز الاليفيجن. طب تعالى نجيب الاليفيجن بتاعت النقطه بي في سي، قلنا الاليفيجن بتاعت النقطه بي في سي ده هيت هتساوي ايه؟ هتساوي الاليفيجن بتاعت البي في اي، انا هنا البي في سي اعلى، يبقى زائد الجي 1 في ال على الاثنين، تمام؟ يبقى هتساوي ايه؟ هتساوي الاليفيجن اللي هو 235 زائد 3 من 100 في ال على الاثنين، صح كده؟ طيب الاستيشن بتاعت الاليفيجن بتاعت البي في تي هيساوي ايه؟ هيساوي الاليفيجن بتاع البي في اي زائد الجي 2 في ال على 2. طب الجي 2 هنا بكام؟ بموجب ب 3% برضه، تمام؟ يبقى تعالى عوض هنا الاليفيجن بتاعت البي في سي هيساوي 235 زائد 3 من 100 في 1145 ونص على ال 2 هيطلع معاك بكام؟ ب 252 و18، تمام؟ طب الاليفيجن بتاعت البي في تي ما هو نفس الميل اللي هو 3%، يبقى هيطلع معاك نفس الايه؟ هيطلع معاك نفس الرقم. طب لو الميل مختلف هيطلع معاك ده رقم مختلف، تمام كده؟ حد عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ تمام.
طيب نيجي على المسألة رقم 6، بيقول لك إيه؟ بيقول لك a vertical curve is used to connect 4% جريد تنجنت ويز سالب 2، يبقى الميل الأولاني ب4% والميل التاني بسالب، يبقى المنحنى ده منحنى إيه؟ منحنى محدب. تمام؟ أول حاجة الميل موجب 4% والميل التاني بسالب 2%. بيقول لك given the station of BC، مديك الستيشن بتاعت البي سي بكام؟ ب180 زائد 15، and the elevation of BI، والإليفيجن بتاع ال HB مديهالك بكام؟ بتاع ال highest point، يعني مديك الإليفيجن بتاعت ال BI ومديك الإليفيجن بتاع ال highest point، تمام؟ مديهالك بكام؟ 36 و35، تمام؟ قايل لك افرض إن الستيشن بكام؟ قايل لك افرض إن الستيشن ب 30 متر، تمام؟ طيب نيجي هنا بقول لك عايز إيه؟ بقول لك find the station of the highest point، عايز الستيشن بتاع ال highest point، تمام؟ وعايز ايه تاني؟ بيقول لك determine the maximum safe operating speed، عايز عايز maximum مين؟ اقصى سرعه، تمام؟ ومديك الرياكشن تايم ب2 ومديك الكوفيشنت بكام؟ ب32. طب نيجي هندسه، هو مديني ايه؟ مديني الجي الواحد بكام؟ بموجب 4 والميل التاني بسالب 2، يبقى اجي ارسم كده بالنسبه لي، يبقى ده منحنى ايه؟ ده المنحنى المحدب، تمام؟ طب مديني الاستيشن بتاعت مين؟ النقطه ديت اللي هي البي سي وديت البي او وديت الايه البي تي، تمام؟ طب هو مديني ايه؟ مديني الاستيشن بتاعت البي سي دي، تمام، بكام؟ ب180 زائد 15، ومديني الاليفيجن بتاعت البي اي، تمام، بكام؟ ب36 ونص، مديني الاليفيجن بتاع البي او والهوريزونتال بوينت ب36 ونص و35 و9، وايه نفرض ان الاستيشن بكام؟ ب30. طب هو عايز ايه؟ عايز الاستيشن بتاع الهايست بوينت، تمام؟ طيب قلنا اول حاجه بنروح نحسبها ايه؟ اول حاجه بنروح نحسبها بنروح نحسب الايه؟ الايه هيساوي ايه؟ جي 2 ناقص جي 1، جي 2 اللي هو سالب 2 ناقص موجب 4، يبقى المفروض سالب 6، بس احنا بناخد الحد المطلق يبقى كام؟ يبقى 6، تمام؟ طب لو هو عايز الاستيشن بتاع الهايست بوينت يا هندسه، ما احنا نروح نجيب الاكس بتاع الهايست بوينت، تمام؟ نجيب الاكس بتاع الهايست بوينت، قلنا الاكس بتاع الهايست بوينت ده اللي هو ايه؟ المسافه من البي من البي سي، تمام؟ طيب نيجي نجيب المسافه بتاعت الاكس هايست بوينت كانت بتساوي ايه؟ ده منحنى محدب، فتيجي هنا في القوانين بتاعته هتلاقي هنا كنا قايلين ان الاكس هايست بوينت اللي هي بعد اعلى نقطه عن البي في سي هتساوي ايه؟ هتساوي ال في جي 1 على الاي. طيب يبقى احنا اول حاجه عايزين نحسبها عايزين نحسب مين؟ عايزين نحسب ال ال. طيب نحسب ال ال ازاي؟ نيجي نحسب ال ال، هو مدينا ايه؟ هو مديني الاليفيشن بتاع الهايست بوينت، صح؟ طيب نيجي هنا، هو الاليفيشن بتاع الهايست بوينت هيساوي ايه؟ هيساوي ده زيه زي اي نقطة، هيساوي الاليفيجن بتاع البي في سي زائد جي واحد، بس هنا في الاكس، الاكس هنا هتبقى اسمها اكس هايست بوينت ناقص الزد، والزد هنا هتبقى اسمها زد هايست بوينت، تمام؟ طيب نيجي بعد كده، انا عايز اعمل ايه؟ طيب القانون الثاني، الاليفيجن بتاع البي في سي هيساوي ايه؟ الاليفيجن بتاع البي في سي هيساوي الاليفيجن بتاع البي في اي ناقص الجي واحد في ال على الاثنين، مش احنا هنا كان القانون بتاع الاليفيجن بتاع البي سي كان هيساوي ايه؟ الاليفيجن بتاع البي في اي ناقص الجي واحد، تمام، في ال على الاثنين، تمام. طيب يبقى الاليفيجن بتاع البي في اي هو مديهولي بكام؟ ب 36 ونص، تمام. يبقى 36 ونص ناقص الجي واحد اللي هو كام؟ اللي هو ال 4% في ال على الاثنين، تمام. يبقى ده معدل رقم واحد. طيب اجي بعد كده الاكس هايست بوينت كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي ال في الجي واحد على الايه. طيب ال مجهوله، الجي واحد بكام؟ ب 4، وقلنا هندسه هنا بنعوض في القيم بس، يعني ما اروحش اقول هنا 4%، تمام. يبقى في القانون بتاع الاكس هايست بوينت والزد هايست بوينت والكلام ده ما بنعوضش، ما بنقسمش على 100. طب ليه ما بقسمش على 100؟ ما انا هنا الجي 4 على 100 والايه هيبقى 6 على 100%، هتروح مع ال 100، تمام. يبقى هنا ال في 4 على مين؟ على 6، يعني تلتين ال. طيب الزد هايست بوينت هيبقى ال في الجي 1 تربيع على 200 ال، تمام. طب ال احنا مش عارف، بس الجي 1 بكام؟ ب4 تربيع على 200 في الايه بكام؟ ب6، يطلع معايا ان زد هايست بوينت هتساوي 0.01
3 3 ال، تمام؟ طيب اعوض ده كله بقى في المعادله اللي هي اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الاليفيشن بتاع الهايست بوينت. اشيل كل حاجه واحط المعادله بتاعتها، يعني اشيل الاليفيشن بتاع البي في سي واحطه بالرقم ده، تمام؟ هيطلع معايا كام؟ هيطلع معايا هو مديني الاليفيشن بتاع الهايست بوينت ب 35.9 هيساوي 36.5 ناقص 4 من 100 في ال على 2، ده بتاع ايه؟ ده اللي احنا مطلعينه من المعادله بتاع الاليفيشن بتاع البي في سي، تمام؟ زائد 4 من 100 في 4 من 100 في كام؟ في تلتين ال ال، تلتين ال ال اللي هي مين؟ اللي هي الاكس هايست بوينت، تمام؟ ناقص الزد هايست بوينت بكام؟ اللي احنا مطلعينها ده، تمام؟ يطلع معاك المجهول هنا الوحيد مين؟ ال ال، يطلع معاك ان هنا ال ال بكام؟ ب 90 متر، تمام؟ تيجي بعد كده وعايز ايه؟ هو عايز الاستيشن بتاع الهايست بوينت. طب نحسب الاول الاكس بتاعتها اللي هي بتبعد قد ايه عن البي في سي؟ احنا كنا مطلعينها تلتين ال ال، يبقى تلتين في 90 بكام؟ ب 60. طب هو عايز الاستيشن بتاعتها، يبقى يساوي الاستيشن بتاع البي في سي زائد الاكس بتاعتها، يعني الاكس هايست بوينت، يبقى 180 زائد 15 زائد 60، هو قايل لي الاستيشن دي بكام؟ ب 30. يبقى 60 دول كام ستيشن؟ 2 ستيشن. يبقى الاستيشن بتاع الهايست بوينت هيساوي 182 زائد ال 15، تمام؟ طيب نيجي بعد كده، هو بيقول لك عايز ايه؟ عايز السيف اوبريشن سبيد، عايز السرعه، تمام؟ طيب نحسب السرعه منين؟ احنا معانا ال ال، علشان نحسب السرعه احنا بنجيبها منين؟ بنجيبها من الستوبنج سايد ديستانس، تمام؟ طيب نجيب الستوبنج سايد ديستانس ازاي؟ مش ده منحنى؟ ده منحنى ايه؟ ده منحنى محدب، تمام؟ يبقى نفرض في الاول ان ال ال اكبر من مين؟ اكبر من الستوبنج سايد ديستانس، تمام؟ طيب نيجي هنا، القانون بتاعنا ايه؟ ال ال الستوبنج سايد ديستانس تربيع على كام؟ على 1329، تمام؟ طيب ال ال بكام؟ ال ال هندسه ب 90 متر. طب القوانين ديت، القوانين دي لازم يبقى كل حاجه بالفيت، يعني في القوانين بتاعت حساب ال ال سواء في المنحنى المحدب او المنحنى المقعر لازم كل حاجه تبقى بالفيت، تمام؟ طيب انا طلعتها كام؟ مطلعها 90 متر، يبقى لازم احولها الاول لفيت، يبقى 90 متر دول اتقاسم على بوينت 3048 هيطلع لي ان هو كام؟ 295.3 قدم، تمام؟ اعوض في القانون هنا، يبقى 295.3 هيساوي ال A اللي هي ب 6 في الاستوبنج سايد ديستنس اللي انا عايزها على 1329، تمام؟ يطلع من هنا الاستوبنج سايد ديستنس بكام؟ 255.8 في. طيب هو نروح نشوف الفرض اللي احنا فرضينه ده صح ولا لا؟ ان الاستوبنج سايد ديستنس طلع معايا بكام؟ 255.8. طيب الطول بتاع المنحنى 295، يبقى فعلا ال اكبر من الاس، يبقى الفرض بتاعي صح، تمام؟ اجي بعد كده انا عايز ايه؟ انا عايز اجيب الاستوبنج سايد ديستنس، يبقى الاستوبنج سايد ديستنس هيساوي 1.47 من 100 في الفي اللي انا عايزها، تمام؟ في هو هنا المفروض مديني الزمن بكام؟ مديني الزمن ب 2 ثانيه، يبقى المفروض اعوض هنا ب 2 ثانيه مش ب 2 ونص، اعوض ب 2 ثانيه، تمام؟ زائد الفي سكوير على 30 في الاف، هو مديها لنا بكام؟ ب 32 من 100، تمام؟ طيب اخد هنا بقى انهي جي؟ اجي هنا انا عندي كام؟ انا عندي هنا في المساله هو قايل لي ان في موجب 4% وسالب 2%، قلنا هناخد انهي جي؟ هاخد اكبر واحده باشاره سالبه، تمام؟ يبقى لما اجي اعوض هنا اخد انهي واحده؟ اخد سالب 4%، تمام؟ قلنا ناخد على الميل هابط علشان بيعطي سرعه ايه؟ يعطي سرعه اكبر، اللي هو هيديني بالنسبه لي السوبر كاسات ديستانس اكبر، تمام؟ بعد ما اعوض في المعادله ده هيطلع معايا الفي بكام؟ ب 33 ميل في الساعه، تمام كده؟ حد عنده اي مشاكل لحد دلوقتي؟ لا تمام كده، تمام تمام. نيجي على المسألة رقم واحد، بيقول لك إيه؟ بيقول لك أبلس 5.1 من 100
تمام جريد، يعني موجب 5 واحد من 100 واحد واحد من 10% جريد، يقول لك انترسكت ماينس 2.8% جريد. يبقى الميل الاولاني موجب 5% والميل الثاني بكام؟ بسالب 2.8%. بيقول لك بيتقطع في ستيشن كام؟ 365 زائد 85. يبقى البي اي الستيشن بتاعت البي اي بكام؟ 365 و85 من 100 تمام؟ ومديك الاليفيجن بتاعت البي اي بكام؟ ب 427 ونص. طب عايز ايه؟ بيقول لك كالكوليت ذا سنتر لاين اليفيجن فور ايفن 100 ادم. عايز الاليفيجن لكل مين؟ لكل 100 ادم. فور 600 فيت فيرتيكال كيرف، يعني مديك الطول بتاعه بكام؟ ب 600. يبقى هو عايز يحسب الاليفيجن لكل 100 ادم. تمام؟ طيب هندسه هنحسب الاليفيجن ازاي؟ احنا قلنا القانون بتاعنا بتاع الاليفيجن بيساوي ايه؟ قلنا القانون بتاعنا هيساوي الاليفيجن بتاع اي نقطة على المنحنى هيساوي الاليفيجن بتاع البي بي سي تمام زائد الجي واحد في المسافة اكس ناقص الزد. تمام. طيب يبقى اول حاجة احنا عايزين نحسبها، عايزين نحسب ايه؟ الاليفيجن بتاع البي في سي بتاع البي سي. الاليفيجن بتاع البي سي هيساوي ايه؟ هيساوي الاليفيجن بتاع البي اي ناقص الجي واحد في ال في ال على الاثنين. طب الجي واحد بكام؟ ب 5.1 على 100. ال على الاثنين بكام؟ ب 300. هو مديني هنا طول المنحنى بكام؟ مديني طول المنحنى ب 600. تمام. طيب يبقى الاليفيجن بتاع بتاع البي سي طلع معايا بكام؟ ب 412 و2 من 10. تمام. طيب اجي هندسه وعايز يحسب ايه؟ وعايز يحسب الاليفيجن بتاع كل نقطه، بيحسب الاليفيجن على المنحنى كل 100 كل 100 قدم. تمام. طيب اجي هنا القانون كان بالنسبه لي ايه؟ القانون كان الاليفيجن بتاع اي نقطه هيساوي الاليفيجن بتاع البي سي زائد جي واحد في الاكس ناقص الزد. تمام. يبقى اروح اعمل جدول كده بالنسبه لي احط فيه الارقام بتاعتي، لان انا هحسب كل 100 كل 100 قدم، هو قانون واحد اعوض فيه كذا مره. تمام. اول حاجه بالنسبه لي الاكس، وعايز كل 100 قدم. تمام. يعني بالنسبه لي مثلا البدايه لو هي صفر يبقى 100 200 300 400 500 600، لان طول المنحنى كام؟ 600، انا مقسمه كل 100 قدم. تمام. طيب الاستيشن بتاعت البي، الاستيشن بتاعت اول نقطه كام؟ اللي هي الاستيشن بتاعت البي في سي، صح؟ هتساوي ايه؟ هتساوي الاستيشن بتاعت البي في اي ناقص ال على الاثنين. تمام. طب الاستيشن بتاعت البي في اي بكام؟ مديها لي 365 و85 ناقص ال على الاثنين اللي هم كام؟ اللي هم 300. تمام. نيجي نحسب من هنا الاستيشن بتاعت مين؟ بتاعت البي في سي هتساوي كام؟ هتساوي 362 زائد 85. تمام. طيب نيجي هنا بقى على النقطه الاولانيه، الاستيشن بتاعتها بكام؟ ب 362 زائد 85. طيب الاستيشن بعد 100 قدم يبقى اجمع كمان كام؟ هجمع استيشن، يبقى 363. طب الاستيشن عند ال 200 بعد 200 قدم يبقى 364، بعد 300 قدم يبقى 265. اقعد اجمع ستيشن، لان انا بمشي ستيشن، انا فرض ان الاستيشن كام؟ فرض ان الاستيشن 100 قدم. تمام. يبقى نقطه البدايه بالنسبه لي كانت ستيشن 362 زائد 85. طيب مشيت 100 قدم يبقى انا مشيت ستيشن، يبقى 363. طيب مشيت 200 يبقى انا مشيت 2 ستيشن، يبقى 364. تمام. وهكذا، مشيت 300 قدم يبقى انا مشيت 3 ستيشن، يبقى 365. تمام. اجي بعد كده بقى انا عايز ايه؟ انا عندي القانون. تمام. قلنا الاليفيجن بتاع البي في سي زائد الجي واحد في الاكس ناقص الزد. يبقى عند الزد القانون بتاع الزد، القانون بتاع الزد كان بيساوي ايه؟ الاي في الاكس تربيع على 200 ال. تمام. طب ال ثابته بالنسبه لي 200، والاي اروح احسبها الاول، هتساوي الجي 2 ناقص الجي واحد، يبقى 2.8 سالب 2.8 ناقص 5.1 هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك 7.9. تمام. يبقى ايه اللي بيتغير بالنسبه لي هنا؟ هيتغير بالنسبه لي الاكس، صح؟ طيب اجي اعوض بقى عند كل نقطه بالنسبه لي. عند اول حاجه لما مشيت الاكس كانت بكام؟ كانت ب 100، اعوض هنا عن الاكس ب 100 تربيع هيطلع لي 66 من 100. طيب بعد كده عند 200 اعوض عن الاكس ب 200 هيطلع لي ان الزد ب 2.633. تمام. عند 300 اعوض عن الاكس ب 300 هيطلع لي 5.93. تمام. يبقى انا كده حسبت الزد لكل نقطه. تمام. طيب اجي اعوض، اجي بعد كده انا عندي ايه؟ عند الاليفيجن هيساوي الاليفيجن بتاع البي في سي زائد الجي واحد في الاكس ناقص الزد. يبقى ارجع اجيب الجي واحد في الاكس ناقص الزد هتساوي ايه؟
يبقى هنا 5.1 ده الجي، يبقى الجي واحد بكام؟ هو بتقوله 5.1. كل اللي يختلف معايا هنا الاكس، يبقى 5.1 في 100 ناقص 66. طب هنا 5.1 على 100 في 200 ناقص 2.63، تمام؟ طب ده يبقى 5.1 على 100 في كام؟ في 300 ناقص 5.93. طب النقطة اللي هنا يبقى الجي واحد اللي هي كام؟ 5.1 على 100 في 400 ناقص 10.53، تمام؟ يجي بقى بعد كده أنا عايز الإليفيجن بتاع النقطة، يبقى أجمع على ده كام؟ على الأرقام اللي هنا اللي هي الإليفيجن بتاع البي سي اللي أنا جبته بكام؟ ب 412 واتنين من عشرة. يبقى عند النقطة الأولانية اللي هي أول نقطة اللي هو نقطة البي سي بكام؟ ب 412 واتنين من عشرة. طيب عند النقطة بعد 100 يبقى 412 واتنين من عشرة زائد 4 44، يطلع معاك 416. طيب عند النقطة 200 بعد ما مشيت 200 دي عند الاستيشن 364، يبقى يساوي 412 زائد كام؟ زائد 7.6. طب أجي عند النقطة اللي بعدها يبقى 412 زائد 9.37، تمام؟ وهكذا بقى. عايز عند النقطة اللي هي بعد ما مشيت 400 فيت يبقى 412 زائد كام؟ زائد 9.87، تمام يا باشمهندس؟ يبقى هو أنا عايز الستيشن كل كام؟ عايز الارتفاعات الديفيجن بتاع كل 100 عدد، وده اللي احنا بنعمله في الموقع. احنا عايزين نوقع المنحنى ده على الطبيعه، فبفرض كده السيشنات بالنسبه لي، وبروح اجيب الاليفيجن بتاعها، تمام؟ حد عنده مشكله في المثال ده؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام، طيب نيجي على المساله رقم 3. بقول لك ايه؟ بقول لك كالكوليت ذا سبنج سايد ديستنس اوفر اكريست كيرف. مديك ان بقول لك نتاك ديست كيرف، تمام، اوف 1500 قدم، ومديك ان الطول بتاعه كام؟ ب 1500، ومديك الجريد بتاعه كام؟ ب 4 و4 اند ماينس 2 و3، تمام؟ يعني هو بيقول لك عايز يحسب الاستوبنج سايد ديستنس. طيب نيجي هنا اول حاجه نحسب هو ده منحنى ايه؟ هو قال لك ان ده منحنى كريست، تمام؟ يعني منحنى محدب. طيب اول حاجه بنجيبها ايه؟ احنا بنجيب الاي، الاي هيساوي الجي واحد ناقص الجي اتنين، يبقى هنا 4.4 ناقص 2 و3، تمام، هيديك 6 و7. هي مش فارقه جي واحد ناقص جي اتنين او جي اتنين ناقص جي واحد، المهم انا بالنسبه لي كده كده اصلا هاخد مجموع الاتنين، مش فارقه معايا، تمام. يبقى يطلع كام؟ هجمع يعني الاتنين اللي هو 2 و3 زائد ال4 و4، هيطلعوا 6 و7 من 10، تمام. طيب بعد كده هو ده منحنى كريست، وافرض في الاول ان الاس اقل من مين؟ اقل من ال، واروح اعوضه بالقانون ال هيساوي الايه في الهيستوريك سايد ديستنس تربيع على 1329، تمام. طب ال هو مديهولي بكام؟ هو قال ان ال ب 1500 قدم، يبقى 1500 هتساوي 6.7 في الهيستوريك سايد ديستنس تربيع على كام؟ على 1329، يطلع معاك الهيستوريك سايد ديستنس 545 ونص. ده تعويض مباشر في القانون، مفيش فيه اي مشكله. طب ممكن حد عنده اي مشاكل في السكشن بتاع النهارده؟ باشمهندس احنا بس كان معانا واحد زميلنا، يعني هو المفروض يروح يستلم العلاج بتاعه دلوقتي، فهو ما حضرش السكشن وكان مبلغنا. اقول لحضرتك اسمه شادد دي. ممكن تبعت لي اسمه على الواتس؟ لسه مش اي مشاكل. تمام ماشي. حد عنده اي مشاكل تاني في السكشن بتاع النهارده؟ لا شكرا يا باشمهندس. كده مش منسين، شكرا لك.